بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك كتابة، وكما في كلاسيكيات السينما المصرية الخالدة، ينتصر الخير في النهاية على كل المغامرات والمؤامرات، ويتزوج البطل من البطل من البطلة، ويخرج الجميع سعداء. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس. أهلا بك أعزائي المشاهدين، وألف مليون مبروك، 41 مليون مبروك. الأهلي بطل الدوري، أو الدوري بطل الأهلي، جملة تاريخية ثابتة جدا تكاد تكون منقوشة على جدران المعابد. الدوري بطل الأهلي، ما قالها زاهي حواس بالضبط، أو الأهلي بطل الدوري. فعلا نوع من التناغم بين الأهلي وهذه البطولة المفضلة، اللي بتمثل يا باشمهندس الاختبار الحقيقي للمعدن الرياضي لشخصية الأهلي. إزاي تقدر بالذات بطولة تستمر سنة كاملة؟ الأكثر عدالة، هي البطولة الأكثر عدالة. لأن لا تعتمد على عنصر مفاجأة تبقى أنت مع السلامة، أو في يوم بيقابلك حظ كويس أو حظ وحش. أنت بتلعب بكل طاقتك، بتشوف أخطائك وقدرتك على تصويب الأخطاء. وهنا قبل ما اشكر كل القائمين على النادي الاهلي ولعيبه واداره وكل من ساهم بالفعل في تجاوز هذا الموسم الاستثنائي الشاق جدا، عايز اشكر كل ما استنفر واستفز النادي الاهلي. ايوه، كل من حارب النادي الاهلي. لولا هذه الحرب الضروس بالمال وبالجهد وبالتحالفات، و هناك امور اخرى كثيره، ممكن الاهلي ما كانش فاق، ممكن الاهلي ما كانش بنى، ممكن الاهلي ما كانش عمل، وكنا احنا اللي اتخطفنا في الاخر. لكن من يناير كان 17 اصابه، فرقه فيها 17 اصابه وتلعب يوم بعد يوم وكل التحديات، ومجبره انها تخوض كل التحديات، وبعدين لما تتعثر الكل يشمت فيها. يصل الأمر لأولئك الذين استمتعوا بخير الأهلي وعاشوا في وسطينا، يزرعون السم داخل هذه القناة وداخل إعلام النادي الأهلي وداخل نظام النادي الأهلي، نطلع يقول لك الأهلي في المنطقة الدافئة وابتعد عن شبح الهبوط. كلام كتير الليلة دي، كلام يكشف ويكسف الحقيقة، لكنه يجلي الحقيقة كاملة علشان الناس تعرف بالضبط حجم ما تحقق على الأرض مع فريق الأهلي هذا العام. وهذا العام مش هذا الموسم، لأنه احنا وصلنا لسنة ميلادية كاملة، مسابقة تبدلت عليها كل فصول السنة الأربعة، تبدأ من 31 يوليو 2018 وهي هتنتهي 28 يوليو 2019. عشان كده بطولة كان فيها الكثير من المنحنيات والمطبات الصعبة، فيها تفاصيل كتيرة هنقف عن جزء كبير منها النهاردة. لكن دعونا في البداية ننعي رحيل اتنين أهلوية كبار، اللواء محمود علام المدير التنفيذي السابق للنادي الأهلي، واحد من أصحاب التجربة الإدارية الطويلة في النادي الأهلي لسنوات طويلة، وفاته المنية مساء أمس، له كل الدعاء محمود، يتغمده الله بواسع رحمته، صديق عمر في النادي الأهلي. كنا في خلاف راقي جدا في كل شيء ما عدا اتفاقي انا وهو على حب الكابتن صالح سليم. وفيما عدا هذا في كل القضايا كانت له وجهه نظره التي كنت احترمها، وكان لي وجهه نظري، ولكن دائما كنا بيننا وبين بعض نوع من الالفه والحب المستمر. خبر مفجع بالنسبه لي وغير يعني متوقع، حتى وقت قريب كان يتمتع بموفور الصحة رحمة الله عليه. الآخر الفنان الأهلاوي الكبير فاروق الفيشاوي، بعد صراع مع المرض حاول أن يبدو ثابتا محاربا، ولكن أمر الله نفذ. الاثنين يعني لهم منا كل الدعاء والرحمة، وربنا يرحمنا جميعا يا رب. ألف رحمة ونور على أرواحهم الطيبة، وكل التعازي لكل محبيهم وما أكثرهم. النهاردة كمان قبل الهوى بلحظات قليلة منتخب الشباب لكرة اليد، النغمة المصرية الجميلة
اللي يستحقوا عليها كل التحية وكل التهنئة، ويا ريت يفضلوا بعيد عن التركيز الإعلامي المصري وماشيين كده بهدوء. لو بدأنا نركز معاهم الله أعلم إيه اللي هيحصل. من اللحظة دي تخاف عليهم بقى. بالظبط. النهاردة منتخب شباب اليد وصل إلى نصف نهائي كأس العالم، تغلب على النرويج بفارق هدفين، ووصل للقاء فرنسا يوم السبت إن شاء الله في نصف النهائي. كان واجه فرنسا في المجموعة وتغلب عليها. يا رب نكررها. بيقدم أقوى العروض منتخب شباب اليد. اللي هقول لحضراتكم قائمة الأبطال اللي فيه، لأنه الحقيقة فريق شباب واعد جدا. كسب النهاردة النرويج 29-27 في مباراة كانت صعبة جدا، كانت رايحة مننا بنسبة كبيرة جدا. في الدقائق الأخيرة قدرنا نخطف هذا الفوز المهم. مباراة فرنسا هتكون الساعة 6 إن شاء الله يوم السبت. الفريق قائمته فيها 5 لعيبة من أبناء النادي الأهلي، وده شيء أيضا مبشر لكرة اليد الأهلوية، إن يبقى عندك القوام الأعلى في منتخب الشباب اللي رايح نصف نهائي كأس العالم. فده معناه إنك أنت بتبني صح، وكل النشاط أو جهود كرة اليد ماشية في تجهيز مستقبل جيد لهذا الفريق. الأهلي منه عبد الرحمن طه وأحمد راضي وعمر خالد وعبد الرحمن حميد وياسر محمد، 5 لعيبة. بقية القائمة بتضم جلال خرشد من سبورتنج، وعبد العزيز إيهاب من سموحة، وشهاب عبد الله من طلائع الجيش، وسيف الدرع من هليوبلس، ومعاه أيضا محسن رمضان من هليوبلس، وحازم ممدوح ومحمد الأزهري من الزمالك، خالد وليد من هليوبلس، وعمر سامي من طلائع الجيش، أحمد هشام من هليوبلس، وحسن وليد من الشمس. عروض قوية جدا، أداء الحقيقة ملفت. نتمنى إن شاء الله يوفق هذا الفريق في البطولة علشان يحقق المعجزة الثانية. شباب مصر في 93 كانوا فازوا بكأس العالم للشباب في القاهرة. ما هو بس كان في القاهرة. فالنتيجة التي حققها الشباب، ان اولا هو بيلاقي في النصف النهائي فرنسا. فيعني الناس اللي استخفت بفوز فريق مصر على فرنسا في المجموعه فاتها ان فرنسا دي بطله العالم واحد القوى الكبرى في كره اليد. فنتمنى انه يوصل للنهائي عشان يبقى يعني يديك بارقه امل ان تستعيد كرة اليد مكانتها العالمية، وهي مش بعيدة عنها إن شاء الله. طيب، والفرحة الكبيرة، وده طبعا طارق محروس المدير الفني وهو ابن النادي الأهلي أيضا، كان لاعبا ومدربا. الفرحة الكبيرة فوز الأهلي بالدوري أو فوز الدوري بالأهلي، كلاهما صحيح. خلى بعض الناس، أنت وريتني رسالة جاية لك من مشجع من دمنهور، رسالة بعتها هو انا مش عارف منين، اظن دمنهور، طارق عبد الحفناوي شاب من دمنهور، بيقول لك يا باشمهندس انا كنت زملكاوي متعصب جدا، انا كنت انا بعلنها دلوقتي، واتمنى انك تعلن ان انا بقيت شديد الانتماء للاهلي وحب هذا النادي. هو كاتب كلام حلو قوي، يعني مش ضروري ان احنا نتفاخر به، لكن هو بيعرب عن احترامه للنادي الاهلي، احترامه لبرنامجنا، قناعته بالموضوعية، وقناعته النادي الأهلي ده في حتة تانية إداريا وسلوكيا، ويعني مش عايزين نقول ألفاظ اللي قالها عشان يعني إحنا بنراعي الآخرين. صحيح. لكن هو حتى كاتب البيانات بتاعته، يعني بيقول لك أنا مواليد 92 كذا في شهر كذا، وأنا اسمي كذا، وأنا معروف إن أنا هويتي كانت إيه، ودلوقتي أنا بعلنها على الهواء. لعله هو عمال يطلبني بس إحنا ما بنعملش مداخلات، فلعله يكون بيستمع. وأنا لما بقول هذا الكلام مش من باب يعني إن أنا سعيد، إلا بإن الرسالة بتوصل يا أستاذ إبراهيم. أيوة يعني إحنا ليه كنا حريصين قوي على الدوري ده ومعتبرينه الأغلى؟ لأن اتخذته في أصعب ظروف، في ظروف يعني اللي بيقول لك، يعني كل شيء اقول لك عبد القيع قال الدوري يحسم خارج الملعب، حلو انت اهو، لا تقرب الصلاه، لان لو الدوري كان بيحسم في الملعب فقط لفاز به الاهلي مبكرا جدا. كل التاخير ده وكل المحاولات دي كانت لعرقله الاهلي. هو الاهلي كان عايز يلعب بعد البطوله الافريقيه؟ لا،
مش معنى الاستماتة في انه يتلعب البطولة، لانه كان الصوار دي ضد الاهلي. ربك وما يريد انتصار الخير في النهاية. ها؟ لانك انت كنت بتتحرك بشفافية وبتفعل مصلحة عامة، وانت بتفعل وبتطالب بتفعيل قواعد اللعب النظيف. هو كان في تحالفات خارجيه، كان في تحالفات خارجيه دي ليها دعوه، كله خارج الملعب، كل ده خارج الملعب، التاثير على الحكام وتعيينات الحكام، الضغط على النادي الاهلي وهو في مليء بالاصابات عشان يلعب سبع ماتشات في شهر ولا ثمان ماتشات، وغيره ما يتعملش في شهر منه 28 يوم، وغيره ما يتعملش معاه كده، ولما تيجي تطالب بيقول لك مش عارف ايه، اصل بياخد نهائي ايه، ماشي ده كان جوه الملعب، التحكيم ومشاهدناه، ده الاهلي خسر ماتشين بتوع بيراميد، ارجعوا للماتشين، ارجعوا للماتشين، الانتاج الحربي وكره ازارو. ممكن يكون الاهلي استفاد من اخطاء تحكيميه في مباراه في مقابل قد كده، لكن انا وانا ما عنديش مانع ان ادار في مباراه او مباراتين من اخطاء تحكيميه، مش من اراده تحكيميه. ايوه بينهم فرق جامد. طبعا. واشوف غيري اللي بيقول لك الاهلي اتجامل، اتحسب له كام ضربه جزاء واتحسب عليه، ما تعملوا لنا دي تتعمل في دقيقه يا شباب. هو الاهلي اتحسب عليه كام ضربه جزاء واتحسب له كام ضربه جزاء؟ المنافس المباشر ليك اتحسب له كام ضربه جزاء واتحسب عليه كام ضربه جزاء؟ ده هداف الفريق، هو هداف الفريق بضربات الجزاء التي احتسبت للمنافس. ايوه. كم من ضربه جزاء يستحقها الاهلي ولم تحتسب؟ دي واحدة أصلها دي صريخة، أنتوا عمالين تجيبوها. أنا عايز أقول لك إنه الأكثر حصولا على ضربات الجزاء السنة دي الزمالك. طب أنا أقول لك حاجة. طبعًا مش الأكثر. السنة اللي فاتت. الزمالك الدوري السنة دي اتحسب له 13 ضربة جزاء. طيب. وضعت عارف محمود علاء هدافًا للدوري. أكثر من ضعف الأهلي. الأهلي 6 ضربات جزاء. أيوه. تخيل الأهلي 6 ضربات جزاء تساوى فيها مع مين؟ مع بتروجيت والداخليه اللي هبطوا. يتحسب على الاثنين كام بقى؟ مش اللي اتحسب عليهم، انا بكلمك اللي اتحسب لهم. ما انا فاهم يا استاذ ابراهيم. عايز بعد برضه اعرف اتحسب على ده كام وده كام؟ الثاني بعد الزمالك اتحسب له 13 الزمالك. الانتاج الحربي اتحسب له 9 هو وسموحه ودجله وحرس الحدود، تسعات. المصر اتحسب له 8، الجونه اتحسب له هو والمقاولين 7. اللي اتحسب لهم 6 الاهلي، طلاع الجيش، بيراميدز، الداخليه، بتروجيت. 6 ضربات، يعني انت 6 والزمالك 13. انا عايز اقول لك حاجه بقى. بيراميد باستثناء ماتشي الاهلي اتظلم في بعض الماتشات. انا بقول لك كده. اتظلم في بعض الماتشات. لكن النادي الاهلي لو حصل على حقه، بقول لك لو الليله دي كانت في الملعب بس، لا الاهلي كان مش مرتاح اكتر من كده بكتير. طيب، في ظل الفرحة الكبيرة امبارح وهذا التتويج الغالي جدا ولعله الأغلى في مسيرة الأهلي مع بطولة الدوري بعد الفوز على المقاولين 3-1، وصل الأهلي للنقطة 77، وسع الفارق له عن الزمالك المنافس المباشر لخمس نقاط، ومن ثم مباراة القمة يوم الأحد في برج العرب مباراة معنوية فقط، مباراة تحصيل حاصل، تبقى مباراة البطولة الجماهيرية اللي بينهم. لكن هذه الاحتفالية الكبيرة ببطولة الدوري كان لها أسباب كتيرة بحجم ما تعرض له الأهلي طوال هذا الموسم من تفاصيل هنقف عند البعض منها. كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي حرص على توجيه التهنئة لأعضاء وجماهير النادي الأهلي، وجه الشكر للعيبة والجهاز الفني، اختص اللاعبين بالشكر على التزامهم بشخصية البطل. مش بنتكلم على ضربات الجزاء؟ الكرة دي ضربة جزاء. لو ما جاتش هدف. طيب، بس تفتكر كان بتتكلم على ضربات الجزاء؟ الاسماعيلي اللي هو ضربه جزاء امام الزمالك، اخت اللعبه دي. بالكوع. حد بيتكلم على الحاجات دي؟ ابدا. في مباراه احتسب للزمالك ضربه جزاء. صحيح. اشاد الكابتن الخطيب بالتزام لعيبه الاهلي طوال الموسم بصوره الاهلي، بأخلاقيات البطل وبشخصية الأهلي، في إن هم يفضلوا باستمرار متحملين كل الضغوط العنيفة اللي وقعت عليهم، ويفضلوا باستمرار محتفظين بالسلوك الرياضي السليم. ودي مسألة مهمة جدا الناس بتستهين بيها وبتعتقد إن هي
من قبيل الإنشاء، لا، إن أنت تحافظ على سلوكك الرياضي ده أكبر عامل يخليك دايما وأبدا في تركيز فني رياضي فقط، لا بتدخل لا في مناوشات ولا مشاكل ولا 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 ولا، باستمرار تركيزك في أداء المهام الرياضية المطلوبة منك، وده اللي بيميز الأهلي وده اللي بيخليه دايما. وده اللي يخليني برضه عايز أقول لبقى لأولادنا يعني يا اللي زعلانين قوي ان الاهلي ما بيردش ليه، الاهلي ما بيتكلمش ليه، الاهلي يا جماعه احنا ده نهجنا. هو انتوا حبيتوا النادي الاهلي عشان كان بينفذ اللي في دماغكم النهارده؟ انتوا حبيتوه عشان اللي بيتعمل ده، فمن فضلكم خليكم زي ما انتوا، خليكم حبوا الاهلي زي ما هو، لان احنا لو انشغلنا غيرنا ما بيتكلمش غير علينا في كل مباراه، في كل مباراه فاز او خسر او اتعادل يطلع كلام عن نادي الاهلي. ومدرسه وثقافه ما بتتغيرش. هي هي يطلعوا يتكلموا على الاهلي، يعملوا القعده كله كلام على الاهلي، مفيش كلام على ناديهم خالص. يعني حتى من باب يعني التحيز، روح اتحيز يا اخي اتكلم عن ظروفك واحوالك وفرقتك وشؤونك. انما على طول ايه الاهلي، اصل الاهلي عمل، اصل الاهلي سوى، اصل الاهلي يا عمي يا عمي. انا ما بجيبش سيرتك الا لما برد عليك في حاجه انت بتكون تخصني انا كاهل. بتخصني انا معلومه بقول لك، انت ما تجيبش سيرتي يعني. فالمساله كانت هامه عشان برضو الواحد يشعر ان في الاخر نهجه الصح جاب نتيجه. ايوه، لان دي كانت هتخلي قطاع كبير من شبابنا لا يؤمن الا بصوت العالي. ما هو انتوا طبعا اللي ساكتين واللي عاملين طيبين وعاملين راقيين وعاملين عندكم قيم وعندكم اهو ضيعتوا لنا الدنيا. لا يا حبيبي، احنا عشان كده ربنا كرمنا، عشان كده ركزنا في شغلنا، خدنا بالاسباب، خدنا من هجوم المنافس علينا او المنافسين علينا، ها اتعلمنا ان احنا من مش هندي فرصه لحد يشمت فينا او فيكوا، انتوا اللي كنتوا في بالنا واحنا بنشتغل، انتوا اللي كنتوا في بالنا انتوا مين؟ جماهير الاهلي. احنا بنصلح، احنا بنشتغل، واحنا بنعمل، عايزين نرضيكوا وعايزين نسعدكوا وعايزينكوا تفخروا بالاهلي كما هو. الف مبروك يا بيه. يا بيه ازيك؟ يا بيه ازيك؟ ازيك يا استاذ ابراهيم؟ عامل ايه؟ كابتن سيد عبد الحفيظ ماشي يا عم، عريس الدوري السنه دي. الف الف مليون مبروك حبيبي يا استاذ ابراهيم. ازيك انت وازيك كابتن عادل؟ الله يبارك فيك، مبروك علينا كلنا الحمد لله. والله والله يا سيد كابتن سيد، كل ما كان النادي يقترب كنت اقول الراجل ده لم يفقد ايمانه بفرقته ولا فرصته في الدوري العام، وابتدى الموضوع وانت بتقوله ان يلقى التهكم وبعدين يلقى القلق وبعدين يلقى الذعر وبعدين الامر الواقع، فانت فوتت الناس في كل المراحل دي. ايه يا اخي انت انت ايه؟ انت ايه يا اخي؟ انت ايه؟ انت ايه يا اخي؟ 41 مليون مبروك يا كابتن سيد. الحمد لله طبعا، الحمد لله طبعا، يعني كل المنظومه كلها جمهور، خلي بالك قبلينا وقبل اي حد جمهور كان، وانت حتى متاخر بست نقاط وست نقاط وعدد الماتشات بيقل كان بيغني في بيتر سبورت او في برج العرب او في اي مكان بتروحه كان بيغني بيقول كده كده الدوري في الجزيره. يعني انت بتتكلم على ثقه الجمهور كمان، انت متاخر صحيح نقاط. صحيح، هو ثقه الجمهور لما شاف مدى ثقه الفريق في نفسه والاداره في نفسها وحجم الجهد المبذول لترميم كل الاخطاء والاخذ بالاسباب، وربنا كرم الحمد لله طبعا. يعني انت بتقول كلام مهم جدا من 3 4 دقائق يا كابتن عادلي، انت في الاول والاخر بتدير منظومه، في كواليس المنظومه وفي حاجات صغيره ممكن تبقى موجوده في المنظومه قد ما لا يعلمها الجميع. احنا بنطمن على طارق سليمان اهو، ومحمد بيجهز للمباراه الجايه اهو، ويوسف بيجهز في الجيم. كمل معلش يا كابتن. اللي اقصده دايما ان بيبقى في حاجات بتتحضر مش بالضروره كل الناس بعرفها. يعني اداره النادي من شهر واحد لحد دلوقتي ما بخليتش على الفريق باي تدعيمات خالص، بالعكس كانت يعني التدعيمات قويه جدا جدا، اثرت معانا طبعا بالايجاب. كان عندنا عدد من اللعيبه المصابه برضو يعتبروا اكنهم تدعيمات، فاكتمل الفريق في ظروف كانت صعبه في البدايه، تعرضنا لمجموعه من الاصابات اللا مقبوله واللا معقوله وغير منطقيه في وقت قليل جدا جدا مع ضغطه مباريات كانت نتيجتها ان انت
افتقدت عدد كبير من النقاط. لك ان تتخيل ان في اول 14 اسبوع الاهلي فاقد 15 نقطه، يعني في اول 14 اسبوع احنا كان حصيلتنا من النقاط 27 نقطه، 27 نقطه فقط، في حين ان انت في ال 20 اسبوع اللي بعديهم او اول 13 اسبوع، في ال 20 اسبوع اللي بعد كده افتقدنا حوالي 10 نقاط او 7 نقاط. انت بتتكلم في عدد قليل جدا من النقاط اصناف في الاخر يعني. أي. الحمد لله طبعا على كل شيء، ده عمل جماعي بشكل كبير جدا، عمل اداره نادي، عمل جهاز فني، عمل لعيبه، جمهور ورا فرقته في كل مكان في اصعب الظروف. يعني انا عمري ما هنسى لقطه صن داونز ابدا ابدا وانت خارج، لا هنساها من الجمهور ولا هنساها من اللعيبه، يعني اللعيبه الكبيره بالذات بعد ما انتهى اللقاء ثانيه واحده اللعيبه جمعت نفسها في نص الملعب لو تتذكروا، او عندنا اللقطه وعندنا حقوق اللقطه ديت، يعني اللعيبه كلها قالت الرد بتاعنا والحاجه اللي ممكن نتعوض ده هو الدوري العام. الحمد لله طبعا بطوله غاليه جدا جدا على الجميع، والحمد لله طبعا ان احنا خدناها احنا الاحق بيها، والحمد لله رب العالمين. يمكن فرحنا كتير جدا امبارح وفرحنا كتير جدا النهارده، لكن هو ده الاهلي خلاص. يعني بكره ان شاء الله الرحمن هتقفل على نفسنا او هنقفل على نفسنا جدا، لان عندنا مباراه برضه مهمه جدا مع فرقه الزمالك، فرقه محترمه وكيان كبير بالتاكيد، وطبعا المباراه رقميا مش هتقدم ولا تاخر في الجدول، لكن في النهايه تبقى مباراه الاهلي والزمالك يا مباراه. لا هتهم الفرقتين طبعا وجماهيرهم. طبعا. يعني انا ده السؤال اللي كنت عايز اساله لك. يعني انتوا خلاص كده هتعيشوا اجواء المباراه القادمه يوم الاحد باذن الله وتبتدي تسترجع استعدادك وتركيزك. خلاص يعني كاميرات القناه من بكره الصبح ممنوع تاخد اي لقطه في الاوتيل، خلاص انتهى الامر على كده، خلاص الموضوع في حاله تركيز بقى ال 48 ساعه اللي جايين. يعني مهم جدا ان الاحساس ده يوصل لينا وللناس، يعني زي ما قلت لك هي مباراه لا ناقه لها ولا جمل في حسابات الدوري، لكن طبعا لها حسابات خاصه يهمنا كمان ان احنا نفرح جمهورنا بيها باذن الله. كنت بتتلقى الاتهامات بشكل شخصي انت والفريق وبهدف تشتيت الفريق، يعني الاسبوع الماضي ده الثلاث اربع ايام اللي قبل ماتش المقاولين عجبني جدا ان ما شفتش تصريحات منكم كتير في هذا الشأن، لان انا كنت متوقع ان دي خطه لتشتيت الفريق والنادي الاهلي بالتفويت ومش التفويت، تقول له اهو انت ما انت عندك ماتش انت كمان. والحقيقه التعامل كان تعامل محترف قوي سواء من اعلام الاهلي او منكم فبدون اتفاق. يعني الحقيقه علمتني حاجات كثيره قوي، منها على سبيل المثال مثلا لما يبقى في موضع اختلاف في الشغل يعني او في المنافسه، مش عيله احنا ولا بيت واحد ولا يعني في بيننا وبين بعض عشر، فهقفل عليا الباب واقعد استعيد الذكريات اللي بيني وبينك وازاي تعمل كده، انت بتتكلم في نطاق الشغل. فالحقيقه علمتني ان ما بيحصل في خلاف في الشغل ولا حاجه، مهم جدا جدا ان اللي يحدد امتى يختلف ويحدد امتى يرجع انت اللي تختار معاركة. صحيح طبعا. وتوقيتها التوقيت بتاعها ده مهم جدا، ما يبقاش انت مثلا يعني مستقر وحياتك كويسه وعندك دوافع كويسه وعندك هدف كبير قوي وتخش معركه، ايه الذكاء ده؟ انت بتدمر نفسك. تمام. فده مهم جدا ان انت عندك المرحله اللي انت فيها مرحله هدوء ولا لا. يعني في اوقات كتير جدا مش معنى كده ان انت بتاجل المواجهه، مش بقول كده، لكن في مهم قوي ان انت تبقى عارف ايه الهدف من اللي بيحصل حواليك، لو قدرت تقيمه صح اعتقد اختيارك وتفكيرك لازم هيبقى مظبوط. طيب كابتن سيد، تصريحك التاريخي في مارس وانت بتقول انا ما يهمنيش مين او في نوفمبر مين اللي هياخد الدوري في نوفمبر ولا في يناير، كان 28 نوفمبر، يهمك مين اللي هياخد الدوري والاهلي هو اللي هياخد الدوري في نهايه الموسم، الى اي مدى انت كنت بتستهدف معنويات الفرقه ولا كان فعلا مستحضر شخصيه الاهلي بشكل قوي؟ بص المرحله دي كانت هي الاصعب بالتاكيد، مرحله كان فيها عدد اصابات كتير قوي، كان فيها تلاحم مباريات كبير جدا في وقت قليل، كان عندك عدد لعيبه قليل في العدد، لان الاصابات كانت وصلت لحوالي 17. المهم جدا تستنفر يعني نوع اخر من الفنيات او نوع اخر من غير الفنيات، هي حته الروح والعزيمه والامل والهدف. يعني انا فاكر كويس قوي مباراه بتروجيت، مباراه بتروجيت كانت يوم 1/12 ودي كانت من اهم المحطات، مش عايز اقول اصعب المحطات. كنت هسالك عن اهم محطه، فكويس ان هي بتروجيت 1/12.
طبعا، لان انت كانت بعد مباراه المقاولين، مباراه المقاولين كانت يوم 28 نوفمبر بالظبط، مباراه المقاولين كانت يوم 28 نوفمبر، مباراه بتروجيت، وبتروجيت كان ساعتها يعني من كان ماشي كويس، من الفرق اللي عامله نتائج حلوه قوي مع الفرق الكبيره، كانت متعادله مع بيراميدز 3-3، كانت متعادله مع الزمالك 0-0، كانت متعادله مع الاسماعيلي في الاسماعيليه وكانت هي الاقرب للفوز، فعامله نتائج كويس قوي، وانت رايح تلعبها في السويس وخسران من قبلها بثلاث ايام او اربع ايام من المقاولين العرب، واي خساره بعد كده في النقاط هتعمل روح وحشه، يعني روح مش لطيفه اثناء الفرقه، مع عدد الاصابات مع عدد القليل في اللعيبه، فهتخش في اجواء صعبه قوي، وعبل ما يجي لك التدعيم اللي في يناير لسه قدامك شهر، هتخوض حوالي 7-8 مباريات، فكان لازم تستنفر بعض الحاجات اللي ممكن يبقى ليها، اللي فيها روح، فيها اصرار، فيها عزيمه، فيها رجوله، فيها حاجات كتيرة قوي، مش مسألة فنيات بس، يعني فيها بتطلع أكبر حاجة ممكنة عشان تطلع بالمرحلة بأقل الخسائر، بدل ما الفارق يبقى حوالي 10-12 نقطة، لا يبقى الفارق 4 نقاط 5 نقاط، تقدر تلم الدنيا، ما توسعش الفارق يعني. فدي كانت محطة مهمة جدا، اشتغلنا على الحتة النفسية والروح القتالية، الحمد لله اللعيبة كان عندها إصرار رهيب قوي، ابتداء من يناير والتدعيم اللي حصل من مجلس اداره وكابتن محمود الخطيب، كل المراكز اللي احنا كنا محتاجينها وكل الطلبات والاسماء اللي احنا طلبناها جت كلها، مفيش حاجه اتاخرت فيها خالص. بدات كمان يعني شخصيه الناس اللي جايه كمان مع شخصيه الناس القديمه، تبص في عينيهم تحس ان انت خدت نفسك خلاص. ربنا هيديك في اي وقت، لكن مهم قوي ان انت لما تجي لك هديه ما ترفضهاش ابدا. واحنا ناس يعني بنقبل كل الهدايا الحمد لله رب العالمين يعني. لكن مهم طبعا، خلي بالك انت جبت صفقات كتير السنه دي وخصوصا في يناير، فالبطوله دي في وجهه نظري كانت هامه جدا عشان يبتدي هؤلاء النجوم يستمتعوا باحساس البطوله، يبتدوا مشوار حياتهم مع النادي الاهلي وهم محققين هذه البطوله. انت البطوله كبرتنا، بص يا كابتن علي، البطوله كبرتنا حتى في السن، يعني انت لو عايز والله يعني سنه كامله التعامل كمان مع المباريات، اعتقد انها في كل انواع الخبره، يعني انت تبقى متاخر وتلحق بالرهان، ان انت تبقى راجل في صراعات جانبيه وتلحق بالموضوع وتنتصر في تحديات شخصيه، والحمد لله ربنا بتفرض سيطرتك وكلمتك، الفوز في اللحظات الاخيره طبعا، كل حاجه فيها مريت بيها، النظره اللي بتشوفها في عينين اللعيبه في خلال التمرين ولا حاجه، نظره في منتهى الحماس والجديه والعزيمه، الثقه اللي موجوده في اللعيبه، اللعب لحد اخر دقيقه، يعني منتظر بس اللحظه اللي انت هتنقض فيها على الصداره، يعني بمجرد ما الزمالك تعادل مع الجيش، ودي كانت من المباريات المهمه قوي، ان لم تكن الذاكره 4 مارس، ان لم تكن الذاكره ممكن مش عارف يعني 4 مارس ولا كان بالظبط، كانت مباراه الزمالك مع طلائع الجيش، في اللحظه دي خلاص الامل، مش الامل، اليقين، رغم ان الفرق بقى حوالي 4 نقاط، اليقين تاكد عندنا خلاص كلنا ان الموضوع مسافه وان الوقت بقى قصير، مش معنى كده ان انت تتذكر كده على طول، هي خبره يعني هلال الدوري بالنسبه لكم ظهر في مباراه الزمالك والجيش، خلاص انت بتحس خلاص انت خلاص بقى بدات يعني تدبدب وراء المنافس بتاعك بشكل كبير قوي، وان الامر خلاص مساله وقت، لكن مش معنى كده ان انت زي ما بنقول فرحه كبيره وكل حاجه، لكن برضو الموسم ده درس لازم نتعلم منه بشكل كبير جدا، نستفيد منه بشكل كبير جدا في اللي جاي، يعني مهم جدا ان انت تبقى تطلع وتبني عليه وما تحطش نفسك في الموقف ده كتير بقى، مش كل مره هتنفع الامور كده، بالظبط كده بالظبط كده، فتبني عليه الموسم ده، يعني موسم طبعا صعب وكل حاجه ونحققنا نفرح وكل شيء، لكن مهم جدا ان انت يبقى الامور كلها ان شاء الرحمن في اطارها الصحيح من البدايه للنهايه باذن الله. كابتن سيد، شوف احنا بقى، لان انت بتقول نقفل صفحه ونفتح صفحه، طبعا اخبار بقى الاصابات ايه؟ عندنا كم اصابه وموقفهم ايه؟ اصاباتنا الحمد لله يعني محدوده جدا ومحصوره، محمد محمود الحمد لله يعني برنامج اكتر ممتاز الحمد لله، مساله الوقت الزمني اللي بيرجع فيه من الاصابه، يعني سعد سمير في خلال الاسبوعين اللي جايين ان شاء الله الرحمن على اعلى حاجه ان شاء الله من 15 ل 20 8 هيكون موجود مع الفرقه، كريم ندفد هيطول سنه، شريف اكرامي الحمد لله برضه في المراحل الاخيره من الامور التاهيليه، كل ده كويس، دي عوامل ايجابيه الحمد لله رب العالمين. طيب الحمد لله، لكن محمد محمود
اوكي محمد محمود انت عارف ان الرباط الصليبي بياخد هو يعني وقت لازم ياخده طبعا الوقت طبعا لانه هو الحقيقه من الحاجات الحلوه اللي يعني باذن الله طبعا مفيش كلام على لا مكافئات ولا صفقات الا بعد ماتش الزمالك. لا يعني موضوع المكافئات والكلام ده بالعكس ده موسم يستحق فيه كل لعيبه الاهلي كل التقدير الحقيقه طبعا تمام طبعا احنا كمان عندنا في حاجات معنويه كبيره جدا فرحه الناس تكفي لما بتشوفها في العيون او بتشوفها كمان من خلال الكلمات والكلام ده. الموسم ده كان زي ما قلت لك التحديات كلها حتى على المستوى الجماهيري على المستوى الشخصي على المستوى الاداري على المستوى الاعلامي كان في تحديات كتير قوي تصريحات هنا وهنا ورهان هنا وهنا امور ممكن تبقى مستفزه هنا وهنا لكن في النهايه طبعا انت بتقدر الناس كلها انا اقصده يعني ان دي جايه من غلاوه الدوري يعني في مكافآت ترقى للمستوى الاستثنائي بتاع الموسم واحنا كمان هنعمل حاجه على مستوى الفريق لازم الناس تبقى عارفاها كويس او اللعيبه واسرها يبقى عارفينها كويس قوي من لعيب بس مش هو اللي بيبقى مفيد اسرته كمان هي بتبقى اداه مساعده لينا يعني فمهم جدا ان هيبقى في يوم احتفاليه باللعيبه باسرهم باولادهم بزوجاتهم ايوه يشعروا ان هم مساهمين معانا في هذا طبعاً. النجاح طبعا طبعا وده مهم جدا يعني مهم جدا وانا جاي واحد بيوصيني على كلوبالي بيقول ما تنسوش الراجل ده وده كمان والله موقفه كان ممتاز قوي لو انت برضو تتذكر ده لعب معانا مباراه وكانت مباراه سموحه يوم 8 يناير ولعب مباراه فيتا كلاب يوم 12 يناير اداهم بشكل كويس قوي ولما اتكلمت معاه كان مستجيب جدا حتى احنا كمان يعني واحنا بنتعامل معاه تعاملنا معاه بمنتهى الاحترافيه والاحتراميه في نفس الوقت يعني فواحد من الناس برضو اللي ليها دور بالتاكيد كل الناس الصغير والكبير واللي لعب وقت اقل واللي لعب وقت اكثر ده وضع طبيعي لما بنفرح كلنا وكل واحد ساهم اللي ساهم باداء واللي ساهم بمعنويات واللي ساهم بتشجيع واللي ساهم بمؤازره واللي ساهم باخلاص كل دي تضحيات خلال الموسم اللي فات يستحقوا عليها كل الشكر والتقدير الصراحه. هتنشغل برضو بالقائمه الافريقيه في الساعات القليله اللي جايه مش كده؟ بالتاكيد القائمه المحليه والقائمه الافريقيه لكن خلينا تركيزنا كله ينصب على مباراه الزمالك يوم الاحد اللي جاي ان شاء الله الرحمن عايزين نختمها بشكل كويس قوي نستفاد منها بشكل كويس قوي ان شاء الله الرحمن وبعد كده عندنا 3 ايام صحيح هي مش فتره طويله يعني لكن ان شاء الله تبقى كافيه يعني. حد يرجع او حد يغيب في القمه؟ لا محدش اللي يرجع ولا يغيب غير محدش يغيب الحمد لله ياسر ابراهيم يرجع مش كده؟ غير المصابه لكن ياسر ابراهيم بعد الايقاف الثلاث اصدارات يرجع ان شاء الله الرحمن ان شاء الله. الف مبروك يا بيه الف مبروك يا بيه تحياتنا للفريق بلغهم تحياتنا ده دوري لذيذ يعني كابتن عدلي دلوقتي كابتن عدلي انا حاجه على الهواء هو انا هفضل اعزمك لحد امتى يا كابتن عدلي هتفضل ايه تعزمني ما هو انت بتعزمني على الهواء يا ريتك قال له مخصوم لك 3 ايام قال له مخصوم لك 5 ايام قال له مخصوم لك شهر يلا يا عم وقت انت حاجه انت هتدفع ولا تخصم ألف مبروك يا كابتن سيد تحياتنا للجميع وإن شاء الله تنتهي من لقاء القمة ويكون ليك لقاء معنا هنا ضروري إن احنا نشوفك في الاستوديو كمان طبعا شكرا جزيلا للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وعريس الدوري في اللقب 41 تحمل كتير المهندس عدلي أشار له إنه ياما تعرض لإساءات وياما تعرض لكلام كتير جدا لكن فضل فعلا محتفظ بشخصية مدير الكرة في النادي الأهلي هو بقى دي جزء بتاع تضحية المسؤولية يعني الناس اللي مش قادرة تستوعب دي ما احنا لو على مزاجنا اللي يقول لنا كلمة نديله 10 على فكرة سهلة قوي قوي وعلى بنعرف نعملها حلو يعني وكل حاجة لكن ما مش بتاعتنا مش عايزين مش الأهلي مش الأهلي مش عايزين نتشاغل احنا عايزين تفضل شخصيتنا المترفعة شخصيتنا اللي مركزة على نفسها مش على الآخر ايوه هو انا هفضل لو انشغلت بغيري مش هلحق اشتغل انا فافهمونا شويه افهموا النادي الاهلي افهموا سياسته افهموا تربيه المسؤولين فيه على ايه وساعدونا انكم يعني تقتنعوا بهذا الاسلوب ده يمكن كان حوار مهم جدا مع الكابتن سيد عبد الحفيظ طمن حضراتكم على كل اخبار الفريق على عوده المصابين على ايضا جاهزيه الفريق خدهم النهارده في جو
العرب اتعشوا بره ورجعوا من العشاء عشان يدخلوا في اجواء لقاء القمه، القمه 118 اللي هتكون ده خلال تناول العشاء أكل عربي النهارده في احد المطاعم في برج العرب، اللي بيرحبوا دايما وابدا بالنادي الاهلي وبيستضيفوهم على طول بكل الحفاوه والحب. ده امتداد للاحتفالات، لكنه زي ما كابتن سيد قال يا باشمهندس ماشي معالي قوي بيرقص بالعصايه بعد لقاء القمه كل حاجه، او بعد الحفله النهارده كله يركز في لقاء القمه. يعني احسن كلمه يعني قالها هنعمل ناخد برضه بالاسباب، لكن مش معنى كده ايه احنا الدوري اتحسم حدش هطفلنا اللومض، لكن بناخد بالاسباب برضه مش بنستهين باي حاجه، هناخد بالاسباب، لكن احنا الموسم بتاعنا خلاص حقق هدفه باذن الله. دي واحد خطاب تحتفل بابطال الدوري، شيء رائع جدا في برج العرب، وكل الناس اعتقد هذه الحفاوه الكبيره الاهلي بيلقاها دايما في كل مكان. صاحبك الاستاذ عاطف مختار من هناك في العمريه في العمريه يقعد يبعت لك بقى يقول لك واحنا مستنيينكم واحنا لا اهتمام بالاهلي غير عادي. في بلدياتك الاستاذ ابراهيم هاشم من اسيوط يقول لي يا الاستاذ ابراهيم يعني ما بيردش ويقول لي مثلا اخبار اسيوط ايه قلت له النهارده هساله على الهواء ان شاء الله برضه بيبارك الأفراح. وفرحانين الناس صحيح في كل مكان. علاء خالد كلمني من غزه قال لي مرتبين احتفاليه كبيره جدا وعبد الرحمن النمر واسامه عمر وكله، قال لي بس احنا بص شوف الوعد، احنا فرحانين جدا بالدوري بس عايزين نركز في ماتش القمه ونحتفل بعديها يا رب باذن الله. باذن الله باذن الله دايما وابدا الاهلي مفرح كل الناس في كل مكان. نطلع لفاصل والاول نسمع بطولات لأمال ماهر ليبقى الأهلي دائما وأبدا حاصد كل البطولات. أهلا بحضراتكم من جديد، ودائما فرحانين بالأهلي ومع الأهلي. الأهلي بطل الدوري، إنجاز مهم قوي في موسم شاق قوي طويل جدا يا باشمهندس، فيه كلام كتير قوي. هنشوف مبدئيا في هذا التقرير الصوتي تتويج الأهلي مبكرا ببطولة الدوري قبل لقاء القمة، ثم نبدأ في كيف رأى كل هؤلاء الأهلي وما حدث معهم. ليه ملاحظة يا أستاذ إبراهيم؟ التلات أهداف فيهم هدوء ورؤية وثقة حسسونا أن الأجوان دي سهلة. يعني الكورة خبطة في كوع مدافع المقاولون وتهيأت لعلي معلول، لو في تسرع ده تقريبا علي ده تالت مرة يسجل في المقاولين، هو عنده هدوء قدام المرمى. الجولين بتوع حسين الشحات قمة الرؤية وقمة القرار الحكيم في استغلال الفرصة. يعني طبعا الجول التاني والتاني للأهلي مش التاني ليه، صالح جمعة كمان، صالح جمعة اداله كرة عبقرية عبقرية تبان سهلة، لا هي عبقرية صحيح، لأن هي أنت عايز تديها بالسرعة والقوة. بص ده الجون الأول، الفاول لوليد، لما هتشوف الجون الثاني أدي الجون الثاني، رمضان بيخترق بيلعب، بص صالح بص العبقرية. لو محفوفة بره شوية مدافع المقاولين يلحقها، لو هي أسرع شوية، لو في العمق أكتر الجون يجيبها، ده روح الشبكة وهات يا شحات. بمناسبة حسين الشحات بقول لك مفيش حاجة اسمها روح الشبكة وهات يا فلان. الأداء اللي اتعمل بيه الشحات في الكورة دي بيذكرني بتصرف الكابتن أحمد فتحي في مباراة الكاس مع المصري. أحيانا ربنا يديك القرار الهادئ اللي لو خدت غيره كان زمانها شاطها في الجول أو كان زمانها انحرفت أو راحت في أي اتجاه لو بقوة. هو تعامل معاها بأسلوب، يعني دي تصرفات بقى إيه الناس اللي واخده بالها اللي عندها قرار قبل ما تلعب اللعبه. شايف الهدوء؟ هو ده هو ده الجون الثاني بقى بتاعه هو والثالث بتاع النادي الاهلي. ايوه هتجد برضه نفس الثقه والهدوء، شغل بركات بقى. لا لا ده شغل محمد بركات، ده كوبري الشحات ده
لا مش يعني انا مش بركز على الكوبري لانه ممكن يمشي ما يمشيش، بتكلم على ركنه الكوره والهدوء والنظر الى الزاويه. خلاص بقى الثقه والضغوط وهو بيشاور على دماغه ان انا فكرت، يعني فرحان بفكره. ضغوط الاعلام بتاعت الصفقه الخياليه والصفقه يعني بالمناسبه بقى يعني انت بتقول لي ان كابتن سعيد كان يتنبأ له بالتألق في هذه المباراه. سعيد قبل الماتش بيوم بطمن منه قال لي لا حسين الشحات جاي بقوه كمان ان شاء الله. لكن انا بقى يعني هو انا بس عايز اسال زميلي العزيز ابراهيم عبد الجواد، هو الدولار بكام؟ الا اذا كان الدولار بتاع حسين الشحات ب 35 جنيه يبقى انت فعلا في دولار جمركي وفي دولار اهلاوي. دولار الاهلي غالي قوي، 35 مليون 35 جنيه. يقول لك الصفقه 160 مليون جنيه عبرت عن نفسها. يا سلام. ال 5 مليون ده بالدولار الاهلاوي اللي هو ب 35، رغم ان الرقم كبير طبعا. مش محتاج انك تبالغ فيه بقى واصرار زي شغل بتاع زمان بتاع اكوتي. ال 11 مليون لقوها يعني ما غاظتش حد. ال 13 مليون نقول لهم يا جماعه احسبوها واحد زائد واحد، 5 مليون كل صفقه الراجل ده الكلف. لا 13 مليون. فكنت بعمل حديث قلت لهم خلاص اقتنعت ان هي ادي يعني مش مشوريته مستنى. قلت له الحسبه كذا 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 يبقى كام؟ قال لي 5 مليون جنيه وقتها. 5 مليون جنيه و300 الف. قلت له طيب ايه رايك ان انت اللي بعد شويه هتقول 13 مليون؟ لانك عايز تقول 13، عايز تقول اهو نفس اللعبه، حسين نفس الشحات العقليه في المقص، نفس الذهنيه. بس شوف التوتر هنا غير الفرحه. ايوه والسهوله ريلاكس. يعني احنا ما كنا بنقول ما تثبتش حاجه، انت مش محتاج تثبت حاجه اهو. وفي من ريحه تحركات بركات، هو والخفيه ايوه ستايله مع شخصيه بالضبط. مختلفه. يا رب يطلع بعبقريه بركات باذن الله ان شاء الله. تاني يعني حاجة داهية 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 مش داهية لكن نتمنى له كل خير بإذن الله. طيب انت الحلقة اللي فاتت قلت حاجة ان انت عايز تطمن على ترتيب الأندية فيما بين الدورين. عايزين نفهم ايه اللي حصل في الدور التاني. ايه اللي حصل قبل ما نشوف الأوضاع الفنية بتاعت ماتش امبارح؟ هو ايه الفرق بين الموسمين بين الدورين؟ ده بقى موسمين لأنه في سنة كاملة. بس في نهاية الدور الأول خلينا نفكر حضراتكم الجدول كان عامل إزاي. جدول الترتيب مع نهاية الدور الأول هتلاقي الدنيا اختلفت اختلاف كبير جدا جدا جدا. عندك يعني بفعل الزمالك 14 الزمالك في الصدارة بعد 17 مباراة في الدور الأول. ادي ال 17، الزمالك كان عنده 40 نقطة وبيراميدز عنده 34 والأهلي عنده 34. ده نهاية الدور الأول. إنبي كان قبل الأخير قفز. بتروجيت كان الأخير ونزل فعلا. وادي دجلة كان ال 16 ونجا. النجوم كان ال 15 ونزل. الجونة 14 وتقدم. الداخلية كان في ال 11 ونزل هبط. إذن أضير جدا الداخلية واستمر ضرر بتروجيت وإنبي نجا. والنجوم طبعا نزل كان في المركز ال 15 ونزل كمان. ده الدور الأول. بس اللي يهمنا إنه مع تساوي الأندية في عدد المباريات مع ختام الدور الأول كان الزمالك متقدم على الأهلي وعلى بيراميدز بست نقاط. ده نهاية جدول الدور الأول. طيب في نص الدور الاول بقى لما الاهلي كان لاعب سبع مباريات كان في المركز ال 18 طبيعي. بصوا بقى اللي انتوا يعني القفزه التاريخيه قوي لشخصيه الاهلي هتبان في الجدول اللي انتوا شايفينه ده. كان الاهلي فقط لعب سبع مباريات في الوقت اللي غيره كان لعب 16 مباراه. الانتاج الحربي كان لعب 16 والزمالك لعب 13 والمقصة لعب 15 وبيراميدز لعب 12. الأهلي لعب 7 والزمالك لعب 13. يعني الأهلي تقريبا نص الزمالك. بس الأهلي كان في الترتيب ال 18 والزمالك الأول.
ده عنده 32 نقطة والأهلي عنده 11 نقطة، يعني بالظبط كان الزمالك 3 أضعاف الأهلي مع مراعاة إن هو ضعف عدد الماتشات. فريق الناس شافته وقتها، وده الجملة اللي المهندس عادل أشار ليها في المقدمة. الكلام ده مهم جدا يا جماعة لجمهور الأهلي، وجمهور الأهلي من الأجيال الشابة الجديدة اللي ممكن تكون ما شافتش الأهلي قبل كده وهو بيتعثر وبيفيق وينتفض وينهض بقوة. دي فرصة إنه يعرفوا يعني إيه شخصية البطل، ولما فريق بالقدرة دي يتعثر محتاج إيه؟ محتاج زي ما الكابتن سيد قال الناس تثق في قدراته وتعرف إنه يقدر يجي من بعيد قوي. بس هو جاي من بعيد قوي، خليك واثق وخليك فاكر إنه هيقدر يعملها، ما تستصعبهاش. المستحيل مش أهلاوي، بس قوة الدفع لما تتوفر للفريق مع الثقة تحصل القفزة التاريخية ديت، إنه من المركز ال 18 وقتها للمركز الأول ويتوج. لأن كان بيلعب، هو قال لي 6 مباريات من المتصدر، بس أنت مش ضامن إنك هتكسبه. بالظبط. قياساً على النتائج في ظل الجدول المضغوط اللي عمله لك. مضغوط والإصابات ده إحنا كنا ب 17 إصابة يا إخوانا في الدور الأولاني، الإصابات إيه؟ أنا كنت حتى قلت لفظ هنا، زي ما يكون في قناص بيصطاد نجوم الأهلي بس. العين. النجوم. بالظبط. اللي أنت بتعتمد عليها. بالظبط. كل ما تعتمد على لعيب يجيبه. طيب أجيب لك الجدول دلوقتي انتهى إلى إيه؟ بعد ما كله لعب ال 33 مباراة، أو الأهلي تقريبا لعب 33 والزمالك لعب 33، باقي فقط المباراة الأخيرة ليهم يوم الأحد. الأهلي الأول 77، الزمالك 72 الثاني، بيراميدز الثالث 70. ده الجدول الأخير. بصوا الجامب أو القفزة الكبيرة وصلت لفين؟ من ال 18 للأول. من 11 نقطة ل 77 نقطة. واستمر برضو فرق الأهداف حتى بين الأهلي والزمالك بتعادلية غريبة. امبارح الأهلي يكسب 3-1، الزمالك يكسب 3-1. فالأهلي يبقى عنده 55 هدف ويجي فيه جون فيبقى عليه 20. يبقى عنده الفارق 35. تلاقي الزمالك سجل 65 وجي فيه 30. فدفاع الأهلي في البطولة هو الدفاع الأقوى، ما جاش فيه إلا 20 هدف فقط. وهجوم الزمالك هجوم الزمالك ب 65 هدف هو الأنشط. شوفوا حجم القفزة الكبيرة اللي حصلت. لازم يذكر واحد زي مارتن لاسارتي المدير الفني، لأنه طب ما نقارن لاسارتي مع منافسيه. الزمالك غير جهازه، بيراميدز غير جهازه، والاهلي غير جهازه. لما مارتن لاسارتي جه مسك المهمه مع النادي الاهلي في هذا الموسم، هنلاقي لعب مع الاهلي 21 مباراه يا باشمهندس، فاز في 17، اتعادل مرتين، كان الفريق عنده كم، خسر مرتين. وجمع مارتن لاسارتي مع الاهلي 53 نقطه من 77، يعني كان قبل ما يجي معاه 24 نقطه. 24 نقطة من 20 مباراة. استلم هو لعب مع الأهلي 21 مباراة، لعب 21 مباراة جمع 53. بيراميدز لعب في فترة لاسارتي في الأهلي لعب 19 مباراة خد 40، والزمالك لعب 18 مباراة خد 34. إذن في وجود مارتن لاسارتي الأهلي الأكثر حصادا، بينه وبين الزمالك ده 53 وده 34، والأهلي لعب عدد ماتشات أكتر كمان. هذه البطولة حملت الرقم 136 للأهلي، اللي ليكم أنتوا تفخروا أنه أكثر أندية العالم حظا للبطولات الكروية، البطولات عامة في أي مسابقة رسمية في كرة القدم على مستوى العالم الأهلي الأول. دي البطولة 136 للأكثر تتويجاً بعموم البطولات ممكن الرسمية. ممكن بس عايز هنا بقدو برضو الناس أسس المقارنة مش صح. أيوة. الدوري العام من 48. بالظبط. أنت بتتكلم على الرينجرز والسكوت في 1800 أيرلندا قبليك ب 100 سنة ولا ب 80 سنة.
فطبيعي ان هو يبقى بطولات اكتر منك. صحيح. لا انا عايز نسبه الفوز بالدوري، هي دي المعيار. يعني انت لعبت كام دوري، هو لعب كام دوري، كسب منهم كام في الميه، وانت كسبت كام في الميه، هيطلع الاهلي الاول وبجداره على العالم. اعملوها وجاوبوا عليها ربنا حينا بالنسبه للحلقه الجايه بالنسبه مقويه. محمد مصطفى جاهز هيعملها لك. طيب بعد كل، على فكره قبل مباراه المقاولين وذكر محمد مصطفى فكرنا بعبد المنعم الوسطى، لانه عبد المنعم زميلنا العزيز في الاعداد والنقد الرياضي الكبير في الاهرام الرياضي، زي ما يكون شيخ، امبارح قبل الماتش بساعتين ثلاثه قال لي هنكسب ثلاثه. قلت له يعني، قال لي بص ثلاثه ومصمم على ان هم ثلاثه. عارف مين اللي قالها؟ هنا على الترابيزه بتاعتي. طبعا هو راهني على، قلت له لو حصل هغديه، فهو مصمم على الغدا. فهتديله هم زي سيد عبد الحفيظ كده بيغديني على حقه يتغدى. اسمع، حقه يتغدى كابتن عادل طعيمه. انا في استوديو النادي الاهلي. قال لي في مستوانا الطبيعي في الماتش الجاي هنكسبه ثلاثه. الحمد لله. طيب نشوف بقى ردات الفعل الفنيه وتحليلات الخبراء والمحللين في استوديوهات التحليل بعد هذه المباراه التي توج الاهلي فيها بطلا للقب 41. والبدايه في اون سبورت والخلوق الكابتن محمد عمر. ايه اللي كان مخلي عندك ثقه كده من البدايه وانا بسالك؟ قلت لي الموضوع محسوم بالنسبه للنادي الاهلي. هو النادي الاهلي، هو ده النادي الاهلي. نعم، هو عودنا على كده. والنادي الاهلي مر بمراحل صعبه جدا طول الموسم، لكنه راهن على يناير، تعب يناير ونجح، وبالامانه ساعدوا على كده رعونه او استهتار لعيبه نادي الزمالك. خلينا صراحه يعني، نعم، الفرق في النقط قريب، وكان الزمالك فارق بشكل كبير يعني تقاعسه شويه، فدي كره القدم استغلها النادي الاهلي. نعم، لان مستحيل النادي الاهلي يفوت فرصه جاله على طبق من ده. نعم، وقد كان فعلا، وفاز النادي الاهلي واستاهل انه يفوز. شوط اول كان للزمالك، شوط ثاني الاهلي ختم به بطوله الدوري. دور اول يعني كان للزمالك، دور ثاني كان للنادي الاهلي، والعبره دائما وابدا بالخواتيم. والله انا اللي بيعجبني اكثر من مسائل التحليل الفني التقييم لقيمه النادي الاهلي. التقدير، التقدير والثقة التي يعني يبثها النادي الأهلي في قلوب المحللين والمنافسين. الإشادة لما تجيلك من منافس أنت بتسعدك، لأن بتعكس احترام، بتعكس إن هو بيتكلم على سيستم، حقيقة الصورة. بيتكلم على سيستم، مش بيتكلم على أفراد، مش بيتكلم على أحداث، ده بيتكلم على ثقافة، بيتكلم على قيمه. قيم يعني. هو لسه ده قال الكلام اهم من كده، ما اعرفش عجبوه ولا انتوا خطفتوا الكلمتين الاولين. لا، ده قال كلام اهم من كده بكتير عن النادي الاهلي. يعني بيقول لك ده نادي اوروبي في ارض مصريه. يعني ده هو اوروبي ايه يعني؟ مش ان احنا عقده الخواجه في نظامه وفي تعامله الاحترافي. ويعني دائما عند الفوز تجد الإدارة حاضرة في ذهن كل النقاد، حتى أولئك الذين لا يحبون النادي الأهلي. بيقولك هي الإدارة لأسباب إدارية في الأول، في المقام الأول من زمان. ولذلك كان النادي الأهلي يقول لك الإعلام الأحمر، هو مش أحمر، هو مش عارف يعمل معاك إيه. فهو لما تكسب مش هيطلع يهاجمك، مش هيخالف الناس. لا، في إعلام دلوقتي دوره، وهم الناس قالوا كده، قال إحنا دورنا نتكلم على نادينا، دورنا ان احنا نجيب مصالح نادينا ونجيب حقوق نادينا ونجيب. ايوه ده مظبوط، على فكره ده مظبوط، بس كمان مش دورك ان تتكلم على المنافس عمال على بطال حتى لو بتفتري، ما ينفعش. فانا لما بسمع هذا الكلام على قدر الثقه. طيب ده كلام الكابتن محمد عمر. وماذا عن المتعب عماد متعب، واحد من اصحاب الرؤيه التحليليه الناضجه الحقيقه واللي فاهمه؟ اسمع بقى من الاهلي لما وبيضحك ومنتشي، نشوف حديث القلب بقى. يوم جميل بالنسبه للنادي الاهلي، لجماهيره، لمجلس ادارته، والجهاز الفني اللي تحمل مصاعب كثيره جدا جدا جدا. اعتقد الكل يستحق التحيه. بالظبط، الف مبروك لحضرتك، والف مبروك للكابتن وليد، والف مبروك لجمهور النادي الاهلي.
ألف مبروك لمجلس الإدارة، ألف مبروك للجهاز الفني، للعيبة، للعمال، لكل المسؤولين عن منظومة كرة القدم في النادي الأهلي. أقول لهم ألف مبروك، تعبتوا وكان موسم قوي زي ما قال كابتن وليد، موسم صعب، جيتوا من بعيد وده كان مهم جدا، ده يبين صفات البطل انك تبقى بعيد وترجع نفسك واحده واحده في ظروف كتير صعبه، اصابات وفرق نقط ومباريات مؤجله ومشاركات كبيره جدا. النادي الاهلي لعبته رجاله، جمهوره جمهور عظيم، جمهور طبعاً كبير، لانه واقف في ظهر الاداره وفي ظهر اللعيبه طول الوقت. فبقول للعيبه الف مبروك والجهاز الفني الف مبروك، وان شاء الله تكون بدايه لموسم جديد في بطولات كتيره للنادي الاهلي زي ما عودوا. عماد متعب تحس بالراحه في كلامه، تحس بالهدوء. على فكره يا اخي الشعور الانساني ده مش متكافئ ابدا. الالم يعصرك ويحطك في 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 موقف صعب جدا ومش طايق ومش قادر تعمل، صعب جدا. لكن الفرح يدوبك احساس بالراحه. طبعا طبعا احساس بالراحه. يعني انا وانا منتظر قبل ماتش المقاولين ان الاهلي هيكسب ولا مش هيكسب، ايه القلق اللي الواحد فيه ده؟ وبمجرد ما النتيجه تجيلك تلاقي نفسك قال يعني الموضوع طبيعي. لا ما كانش طبيعي قبليه خالص خالص. يعني واخد بالك؟ فلذلك منتهى التوتر والقلق. مفيش هستيريه في السعاده. لا انه هو توتر جاي، مفيش امان مع الكوره، مفيش امان مع حاجات كتير. كوره وظروفه. صحيح. هو مصر الظروف اللي خارج الملعب. انت عارف لا ده خارج الملعب ده حاجه تضحك قوي. يعني ما اعرفش تفاصيل كتيره بس هنجي لكم عموما. عماد متعب اتكلم على دور الاداره، والمهندس عادلي قال فعلا مع كل انجاز يحصل يشار الى انه الاهلي لولا الاداره ما كانش كسب، وهي نفس الاداره اللي في اثناء الموسم تتعرض لكل هذا الرجم وهذه الانتقادات. تابعت ما تعرض له مجلس اداره الاهلي في شخص رئيسه الكابتن محمود الخطيب من تحمل واساءات واتهامات، برامج اتعملت مخصوص، مواقع وصفحات اتمولت كتير، ناس تخصصت في انتاج وبث فيديوهات ملغمه وموجهه. ده حتى ايام فاتت لازم بيتهاجم بالاسم يعني. وكل الهدف كان شخصيه الكابتن محمود الخطيب، حتى لما يكرم من اساطير الكره الافريقيه تلاقيهم برضو على عينهم ومش قادرين يقبلوها لاسباب كتيره جدا كل الراي العام تبعها. بس انتم متخيلين انه، وده برضو لجمهور الاهلي والجمهور الشباب الجديد الصغير اللي معايش مثل هذه الظروف، ما هو زي ما فريق الاهلي كلعيبه وكجهاز احتفظ بشخصيه البطل وشخصيه الاهلي، اداره الاهلي في مجلس ادارته برضو تمسكت بشخصيه الاهلي، بتقاليد الاهلي، بنظام العمل بتاع النادي الاهلي، انه مش هيرد على اي حد ومش هينزل للمستويات ومش هيتخلى او هيخرج عن ما يجب ان يكون عليه مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس النادي الاهلي وعضو مجلس اداره النادي الاهلي. هي دي الثوابت اللي ادارت هذه المنظومه اللي افرزت بطوله الدوري. لو كان غير كده ما انتم ما سمعتوش ابدا الكابتن محمود الخطيب كرئيس للنادي، وهو بقى محمود الخطيب في كره القدم، ما طلعش قال الخواجه ما بيلعبش فلان وبيلعب علان وانا بحمله المسؤوليه، والفرود الفلاني لو لعب كان احسن، والعلان اللي ضيع الفرصه دي كان احسن، واحنا جبنا للخواجه اللعيبه اللي هو عايزها. كل الكلام اللي انتوا ممكن تسمعوه من اي حته عمركم ما تسمعوه من الناس دي خالص. هو ده الحفاظ على شخصيه البطل. انت بتجيب في فصل تام بين السلطات، سلطات العمل، انت مجلس الاداره فوضك بالاشراف على الكوره، شكلت لجنه، في لجنة صفقات ولجنة استثمار ولجنة تسويق شغالة، كل واحد ماشي في الرافد بتاعه عشان يدخلوا في القاعة اللي انتوا شايفينها ديت تكون لحظة المحاسبة والمراجعة، وبعد كده كل واحد يأدي عمله. انت عارف يا استاذ ابراهيم اصعب لحظات الموسم كما رأيتها انا وعشتها وكنت خايف منها، الشهر بتاع الانتقالات الشتوي. قبليها
طبعا عندما انفجرت الازمه في اداره التسويق وبقى كل الهواجس اللي عندنا ازاي هننظم صفوفنا ونلحق نكلم الناس، لان في ناس اشتغلت وقطعت مراحل وفي ناس هتخش عليها وفي خلاف وجهات النظر، انت هتعمل ايه في وعندك كم من التحديات رهيب. كابتن خطيب اجمعنا مره مع بعض ومره يقعد معايا لوحدي، اتصرف. المفاجاه بقى انك انت تتكلم مع الناس تقول لهم ايه، طب ما تيجي ننسى نفسنا ما نفكرش اللي في الاهلي ونعدي الشهر ده على خير وكل واحد يعمل اللي هو عايزه. تجد الاستجابه طبعا، وتجد التعاون لما صوت الاهلي ينادي، وتجد ان اللي عارف ان هو عايز يمشي او هيمشي حاطط ايده في ايدك وبيقدم لك الملفات اللي اشتغلها، موجود معاك بيحضر معاك الصفقات بيحضر معاك حاضر. يعني كابتن فضل متصور معايا في بيتي وانا بلبس البيت وقاعدين والناس بتيجي عشان ناخدها بعيد عن العين. ما كانش المساله ان احنا يعني كابتن حسام غالي رغم ان في حاجه يعني في خلاف، وخلاف عارفين ان هو هيكون خلاف حد الى درجه ان ما فيش حد يعني قد ما يكملوش. انت دي معناها ايه؟ دي معناها ايه؟ لا يا اخوانا، ساعه الجد الاهلي ده في حته في قلوب الجميع. وباسلوب الاهلي. فننجح كلنا نعمل الحاجات اللي احنا ما كناش متخيلين ان احنا هنعملها. وكابتن خطيب كان في عز الالم وعز الوجع وعمليات هتتعمل وعمليات اتعملت، التحمل بتاعه ونروح له البيت من الصبح بالليل بيقابل ناس ما فيش راحه، وده يخش وده يخرج وتقابل قطاع الناشئين وتداخل وانت خارج وده بيتكلم وتليفونات بتتعمل. الحقيقه ربنا وفق في هذه الفتره، هو ده التيرنينج بوينت، هو ده نقطه التحول، هو ده شخصيه النادي الاهلي التي تفرض نفسها علينا جميعا. ده المهندس عدلي فكرني انه مستشفى الاهلي اللي هي ابرز ظواهر هذا الموسم اللي امتد سنه ميلاديه كامله 12 شهر، شمل رئيس النادي. شمل رئيس النادي في واحده من اصعب فترات العمل، فتره بناء الفريق، صفقه من الصفقات حسمها قبل ما يدخل اوضه العمليات في المانيا وهو قاعد مع رئيس النادي اللي احنا عايزين منه الصفقه استاذ ماجد سامي راح يزوره، وانا على التليفون معاهم قال لي انا هروح له، قلت له خلاص وانتوا اللي هناك انا كلموني عشان نخلص من الحكايه دي. كان في نقطه خلافيه كده واتحلت، وهو قاعد بيستعد انه بيجهزوه عشان يخش على اوضه العمليات. سبحان الله. اذا لكل لحظه الناس ناسيه الامها، ناس نفسها وبتشتغل برضه سواء قاعدين مع بعض، لان خلاص التواصل والاتصالات بقت سهله، اكنك موجود معايا في الاوضه اللي جنبي. لكن اراده انك تبقى موجود هي دي اللي كانت على مسيطره علينا كلنا، بنسابق الزمن وبتسابق الزمن انك انت تعمل اللي انتوا عملتوه ده، هو اللي عمل الشروط الماليه القفزه الكبيره قوي في الفريق، ايه المبالغ الضخمه دي وهترتب جدولتها ازاي، ويرجع لامين الصندوق ويرجع للمدير المالي ويرجع للكاش فلو والحسابات والتدفقات الماليه وتترتب ازاي. عمليه الناس شايفاها كده ان صفقاته بياخدوها بالتليفون، لا دي عمليه حسين الشحات اهو ساعه ما دخل النادي الاهلي طبعا الراجل ده قدم حاجات كتير عشان يجي النادي الاهلي، يعني نموذج للتضحيه للاعب فعلا مخلص قوي، اهلاوي مدرج كمان، اهلاوي درجه ثالثه بتاعه المشجعين طبعاً. اللي ممكن يسيب المساله ويقعد يهتف، يعني هو كان ممكن يتنبه حسين الشحات لطلباته الشخصيه أو ما فرحش بقه لما تلاقوا فريق فيه كل هذا الحب لناديه، ولما تلاقوا ناس بتشتغل بهذه الصفقات اللي أحدثت هذه الطفرة الكبيرة جدا وهذه القفزة التاريخية لفريق عانى كثيرا في البداية،
ثم قفز قفزته الكبيرة. يعني أنا بقول الكلام ده لازم ليه؟ عشان أنصف ناس تعبت طبعا. يعني لازم فضل كله ياخد حقه. كابتن حسام غالي، كابتن فضل، ودين، وحاليا وأمير توفيق، وأمير توفيق بيؤدي أداء صحيح محترم جدا ويبشر يعني أنه هيبقى حاجة كويسة. لا طبعا لازم، لما تلاقي كل أبناء الأهلي حول الأهلي، وتلاقي رئيس الأهلي بيسعى إلى إحداث أو عقد صفقة مهمة تخدم الفريق، وهو داخل أوضة العمليات بين الحياة والموت، بيرجو ربه أنه يجتاز ألامه من عملية صعبة جدا وحرجة جدا، لكن ما بينساش الأهلي حتى مع هذا الوضع في العمود الفقري. يعني عشان كده في منتهى الحرج والخطورة، الحمد لله ربنا شفاه وعفاه. لكن بصوا حجم التضحيات اللي بذلت، بصوا الناس اللي حطت الأهلي قدامها قوي 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 وسعت لهذه اللحظة اللي يفرح فيها جمهور الأهلي، واللي كل حتى المتنافسين من غير أبناء الأهلي يكون عندهم هذا التقدير لهذا النادي، زي ما قال الكابتن عبد الظاهر السقا في أون سبورت. عايز أشرح شخصية البطل. نعم. وده مهم جدا. البطل ما يعترفش برقم اتنين. البطل لا يعترف بالظروف. البطل شرس. البطل صامت ولا يتكلم، يشتغل. البطل يستغل الفرص. البطل لا ينساق إلى المشاكل. البطل إنكار ذات. البطل بيلعب كله في واحد. البطل بيهتم بالأرقام. البطل لو خسر جولة لا ييأس. البطل يواجه ولا يستخبى زي ما بيقولوا. كل دي شخصية البطل. البطل غير أي حاجة تاني خالص. رقم واحد ده كابتن له مميزاته وله سماته وله حاجته. الشخصية النادي الأهلي جوه جدران النادي الأهلي. جوه ما بتدخل البوابة بتبقى بطل، إزاي ما بتعرفش. هو النادي بتبقى جاي من درجة تانية، تدخل بتنافس على الدوري العام. صحيح. ما تعرفش ازاي. مين اللي عمل فيك كده؟ هو شخصية النادي. هو التاريخ اللي سايبه لك النادي. هو محمود الخطيب، هو حسن حمدي، هو صالح سليم، هم كابتن شوبير، هم كابتن وليد، هم كابتن عماد. دول اللي بيلبسوك التيشيرت. ما بيلبسوكش التيشيرت بس وانت بتبقى لعيب النادي الاهلي. اول ما بتنزل تدخل من البوابه بتحس ان انت عايز تاخد البطوله، مع انك انت جاي من حته كنت بتنافس على الهبوط. اكبر مثال، وعايز الكابتن محمد نصر يساعدني، وليد وهو وليد سليمان وهو طالع من الملعب. بيوجه الفرقه ازاي. عايز اشوف احتفال حسين الشحات وصالح جمعه بيديله الثرو وهو طالع على مين وكابتن الفرقه الحقيقي. الراجل اللي انا عايز اشيد بيه طبعا حسام عاشور. الراجل اللعيب اللي انا ما شفتش زيه. اخلاقه ورقمه وكل حاجه، كل حاجه حسام عاشور. حسام عاشور ده انا يمكن ما عاشرتوش في المنتخب الا ايام قليله، لكن انا بقول له حسام انت نموذج. ده صحيح. انت علم من اعلام الكره المصريه. انت واحد اثرت في كل واحد اهلاوي عاش وهيعيش. انت اثرت في الاطفال. انت وانت الجاي كل الناس. بص يا كابتن حسين شحات مين اللي بيرفعه؟ اللي قاعد احتياطي، خلي بالك. ده الراجل ده بص ده روح النادي الاهلي. هو واخد بياخده في حضنه، هو مش همه ان هو قاعد احتياطي وبيدفع. ده كابتن النادي الاهلي لسنوات طويله. احمد فتحي جاي. ده جيلاردو لسه جاي بقاله شهور. حسيت ان هو في النادي الاهلي بقاله كتير قوي. بصوا يا جماعه، كابتن عبد الظاهر السقا ده فلت منك موزون. هو مفلتش. هو وهو طالع على المطار بيقول اعمل ايه يا كابتن؟ اجي على النادي الاهلي ولا سافر؟ هو جاي من المنصوره. وهو طالع على المطار من المنصوره، لسه كان في المنصوره. هيروح؟ لا هيروح تركيا. طالع من تركيا بقى. جديده دي. لا طبعا. كان قاب قوسين يعني بالتوقيع. طبعا شوف، هذا رجل كنت اتمناه في النادي الاهلي. وما زلت في من هذا. بص بقى الكلمه، وما زلت انا اشعر ان الاهلي هو بيته. مش انا ما اعرفش هو اهلاوي ولا لا. لكن فكره، خلقه، ثقافته، شوف الكلام اللي بيقوله، شوف مفهومه عن البطوله،
شوف مفهومه عن البطل، شوف تعبيره بيقول لك اول ما تخش من بوابه النادي الاهلي انت بطل، انت تسعى الى البطوله قبل ان ترتدي الفانيلا. شوف طريقته في 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 نظرته للنادي الاهلي وادراكه الحقيقي بجوهر النادي الاهلي. الراجل ده كل كلمه قالها يعني ادرسها وحللها، هتقول له والله عندك حق، والله عندك حق، والله عندك حق. شوف تحليله للقطه احراز حسين الشحات الهدف، ومين اللي شوف ادراكه، مين اللي شايله؟ كابتن النادي الاهلي اللي قاعد على دكه الاحتياطي بلا غضاضه. ايوه قال له انت علامه من علامات النهارده اللي طب كل فرقه الاهلي ليه احتفلت بالبطوله دي مع حسام غالي بالتحديد، حسام عاشور، حسام عاشور بالتحديد بعد المباراه اهو. لا ده ساعه الجول لا انا عايز بعد نهايه المباراه ده شالوا حسام ورموه احتفلوا بيه هو. ايوه احتفلوا بيه هو. أي. كما لما يحتفلوا بين انفسهم شعرين ان الراجل ده بقيمته الكبيره دي اهو 12 دوري يعني تاريخ لوحده. طبعا واخد بالك. لكن بيقعد ساكت ما بيعملش مشكله، يجي يمضي لك ويطلب طلباته وهو عارف انه هيقرب منها او ياخدها او يعني، انما ما مش بيساوم عليها فيجبرك انك تديله اللي هو عايزه. لان ازاي ما تحترمش واحد زي ده وانت قاعد بتكلمه؟ هذا هو النادي الاهلي. هذا هو النادي الاهلي. بص اللعيبه كلها وهي بتحتفل بحسام عاشور. بحسام عاشور هو كده النهارده مش يعني انت بتتكلم على انه كم ماتش دولي لعبه حسام عاشور. هو النهارده يشعر انه اهم لاعب في مصر في اللقطه دي. ايوه خلي بالك في لعيبه عظام ما كانوش لعيبه دوليين. صحيح بانتظام. صحيح اديك نموذج لواحد اسطوره كابتن حماده امام. دوليا ما هوش مفيش يعني انجازات دوليه مفيش. لكن لو اتكلمت على الزمالك ما تقدرش ما تجيبش سيرته. لو اتكلمت على الستينات ما تقدرش ما تجيبش سيرته. صفوت عبد الحليم الله يرحمه. صفوت عبد الحليم ما انا بقول لك مواصفات اللاعب الدولي مش بالضروره هي المعيار لتقييم اللاعب. وممكن جدا اللعيب يتظلم لان في حد هو في المركز ده هو هيلبس زحمه وفي الاختيار حد عنده راي تاني يعني. زحمه في اللحظه دي انت ممكن يعني في اعتبارات كتيره جدا. واخد بالك. تلخيص رائع من الكابتن عبد الظاهر السقا. وانا شوف والله رمضان وفرحته والله الناس المسؤوله دي جواهر صحيح يحافظ عليها وكوادر يجب أن تنمى. أنا شخصيا أراه في النادي الأهلي. ما أعرفش ترى عبد الظاهر السقا ما أعرفش إزاي حاسس من جوايا هما اتنين عبد الستار صبري طول عمري أشوفه في النادي الأهلي وكابتن عبد الظاهر السقا. وطبعا قبليهم كان الكابتن بركات والكابتن أحمد حسن. بس دول جم يعني جم بس دول جم. واخد بالك. التانيين طولوا معاك قوي. لا التانيين فات الميعاد ما رجعوش من الاحتراف الخارجي. غير يعني عبد الظاهر رجع تقريبا وهتلاقيهم كانوا ماضيين وراهم معاك في الدرج اللي انت مش عايز نفتحه ده. عبد الستار عبد الظاهر لا اصل عبد الظاهر كان في مشكله ان احنا نحلها مع نادي المنصوره. وكان طالب ارقام وقتها هو الحاج ابراهيم مجاهد. ده راجل من اذكى الناس ومن اكتر الناس اللي رفعت بنديره الانتقالات في مصر. يعني عندما طلب مليون جنيه في رضا شحاته كانت الناس بتتباع ب 100,000. عمل القفزه وبعدين جاله المليون. وبعد كده عمرو زكي قال لي عمرو قلت له انت كل كام شهر هتاخد مني مليون جنيه يا ست اللواء؟ واضحك معاه ما في يصمم عبد الظاهر السقا والراجل عايز يجي واحنا عايزينه. لكن جاله تركي ما قدرتش زي بالظبط عبد الستار صبري وهو في النمسا كان من المقرر يذهب النمسا يلعب موسم ويجي لنا. قال لي ده جايبين لي 180 مليون دولار عقد في السنه. 180 الف دولار عقد في السنه. طبعا بالنسبه لنا كان
وانا محرج منك، كان ماضي لي بقى ومخلص. قلت له لو رجعت مش هعرفك، لو رجعت مصر قبل ما تكمل مشوارك يبقى انت ما تنفعش النادي الاهلي. فاتنقل الموسم اللي بعديه على طول من النمسا لبنفيكا البرتغالي. مشاوير لعيبه واثقه في نفسها. عبد الظاهر السقا يبقى كابتن فرقته في تركيا. يعمل واحده من انجح التجارب الاحترافيه على مدى تاريخ عدد محدود من اللعيبه اللي اثقلت صاحبها قوي والشخصيه بتاعته. صحيح. عارف عبد الظاهر السقا كان في مشكله بينه وبين النادي بتاعه على لعيب وفلوس ومش فلوس وبتاع، النادي فوضه هو يحلها. وكلمني وبتاع ومش عارف ايه، قلت له عندك حق، وبعت له الجوابات اللي هم كان عندهم حق فيها يعني. طيب اتكلمنا على حسام عاشور، احتفاء زمايله بيه، فرحتهم بيه، وكلام الكابتن عبد الظاهر السقا عنه. عشان كده نشوف حسام عاشور امبارح مع الزميل شريف شعبان مندوب قناه الاهلي في المباراه، نشوف حسام عاشور وكلام مهم جدا بعد التتويج. الحمد لله التاريخ النادي الاهلي، والتاريخ سطروا النادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي سنه يعني طول قوي 12 شهر بنلعب دوري، والناس شككت في النادي الاهلي، شككت في اداره النادي الاهلي، شككت في جمهور النادي الاهلي، شككت في لعيبه النادي الاهلي، شككت في كل من ينتمي للنادي الاهلي. انا بقول للناس بس اللي كانوا بيتكلموا من ست شهور اللي هو لك الحمد لله النادي الاهلي في المنطقه الدافئه المركز السادس، بقول انتوا فين دلوقتي؟ انتوا فينكم دلوقتي؟ انا عايزكم تتكلموا، انا عايزكم تتكلموا وتقولوا فين دلوقتي. الف مبروك. فين دلوقتي النادي الاهلي؟ هو اللي بيتوج، وده اللي احنا متعودين عليه، وده اللي احنا ما بنطلعش بقى ويبقى الفرحه زياده قوي. احنا بنفرح عشان تعبنا سنه، الناس دي كلها تعبت ولازم تفرح. اقول الحمد لله. دمعتك في عينيك يا حسام، دمعتك في عينيك يا حسام، وحمدي فتحي بينضم ليك. يعني حسام النهارده بيكتب تاريخ جديد، 12 دوري ودمعته يا عيني، يعني اتكلموا عليه كتير ويتهان كتير للاسف الشديد، بس الجماهير بقول لك الناس قالت احنا مركز سادس. سادس يا جماعه، النادي الاهلي على طول رقم واحد، احنا اتربينا كده في النادي الاهلي ان احنا نبقى رقم واحد، وده اللي احنا فئه ومش المنطقه الدافئه، وكان لسه ناقصنا ماتشات. يا جماعه انتوا بتهزروا، ده النادي الاهلي كبير قوي يا جماعه. انا اهو واحد من ابناء النادي الاهلي، 12 دوري، بقول الحمد لله طبعا للجمهور ده وللاداره وللاعيبه الرجاله دي كلها، الحمد لله اللعيبه كلها رجاله. كابتن محمود الخطيب امبارح جه قال لنا دي النهايه بتاعت السنه اللي احنا تعبنا فيها، بقول الحمد لله لعيبتك طلعت رجاله، والف مبروك للنادي ده كله وللجمهور ده كله. مبروك يا حسام. يا جماعه عارفين ليه لعيبه الاهلي مسكوا فانيلا رقم 12؟ عارفين ليه احتفلوا بيه كده؟ في حاجه في اللقطه دي هرجع لها، لكن عارفين ليه؟ لانه لا ينافس النادي الاهلي في الحصول على البطولات غير حسام عاشور. حسام عاشور هو المنافس الحقيقي للنادي الاهلي في عدد البطولات، هو تاني واحد بعد النادي الاهلي خد بطولات في مصر. 12 دوري ممكن يكون في حد غيره خدها، لكن حسام عاشور شوف له كم كاس، شوف له كم افريقيا، شوف له كم سوبر مصري، شوف له كم سوبر افريقي. مع اي نادي بعد النادي الاهلي هتجد ان حسام عاشور هو الذي ينافس النادي الاهلي، ولذلك كانت قيمه الاحتفال بهذا الرجل. دموع حسام عاشور لقطتين بقى، هاتوا لنا اشتغلوا، باقي له بطوله رسميه واحده ويساوي الرقم العالمي في عدد الحصول على البطولات، يبقى عنده رقم عالمي كاكثر لاعب. أنا عايز حد يقول لي عدد بطولاته في كل المسابقات واقرب نادي له، اقرب نادي له. خلاص، لكن انا بتكلم على حسام عاشور ليه؟ اللقطه دي فيها حاجتين. صدق الدموع. هتهالي بقى وحمدي فتحي جنبه. هتهالي وحمدي فتحي جنبه ويشاركه الدموع. شوف تاثير القدوه على الصاعد ايه. شوف الراجل ده، بس لا ده انت كويس ان انت نقل الدم اللي خده في ده بيتنقل له دم الاهلي. حمدي فتحي دي اول بطوله له مع الاهلي حبيبي،
ده بيتنقل له دم النادي الاهلي في اللقطه دي. ايوه بيتنقل له عمليه نقل دم. ايوه ايوه ده كلام مهم قوي. الدرس اللي خده حمدي فتحي احدث الوجوه ها واحدث النجوم، وافتكروا حمدي فتحي ده هيعمل ايه مع النادي الاهلي. ومين حمدي فتحي؟ ده هو الذي يلعب في مكان الكابتن حسام عاشور، فيروح له ويقربوا من بعض ويحتضنه ويقعد يتأثر بيه ويشاركه الدموع. دموع ايه؟ دموع التأثر، دموع الإخلاص. دي عملية نقل دم يا استاذ ابراهيم. ومن الأجيال للأجيال كلام الكابتن وليد صلاح الدين في اون سبورت عن ظروف تتويج الأهلي وليه الأهلي وصل للمنصة. شخصية النادي الأهلي أو شخصية لعيبة النادي الأهلي ما ينفعش تفرط في فرصة زي ما الكابتن عمر قال الزمالك اداها لك على طبق من ذهب. نعم. وعماد برضو أكد عليه قال مش الأهلي اللي يفرط في فرصة زي دي. نعم. ده أنت مستني من أول يناير فرصة زي دي. نعم. فبصراحة فرقة اشتغلت صح وصبرت قوي 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 علشان تتوج. وفرقة استسهلت الامور وفرطت قوي وكان السبب او كانت النتيجه ضياع الدوري من قبل حتى المباراه النهائيه. كان او كانت جماهير نادي الزمالك تمني النفس ان على الاقل يبقى في مباراه فاصله. نعم. يعني على الاقل وانت بتفرط على الاقل تبقى مباراه الاهلي الاخيره مباراه القمه. نعم. هي اللي تفصل اللي يكسب ياخد الدوري. لكن نادي الزمالك فرط وفرط في مباريات كتير وفي نقاط. نعم. كتير. على الجانب الاخر بتفق مع كابتن عمر، مع كابتن عبد الظاهر، مع عماد، كلنا اتفقنا ان يناير هي كلمه السر. نعم. ولو تفتكر وازا يحسب للاداره مليون في المية. ولو تفتكر يا كابتن انا. نعم. كنت مع حضرتك. أيوة. فاكر مزبوط. قلت لك ايه اللي هيدعم في يناير كويس. نعم. واللي هيشتغل في يناير كويس هتفرق معاه لنهايه الموسم. ده على كل الفرق. مزبوط. مش الاهلي بس، لكن الاهلي كابتن الخطيب تحمل. نعم. ضغوط كتير قوي. نعم. مجلس الاداره تحمل ضغط غير عادي في يناير. لعيبه كتير حصل مشاكل كتير، لكن هي دي بقى فرقه البطوله او. نعم. شخصيه البطل. نعم. ان انا بقفل على نفسي. ودايما مانويل جوزيه او مستر مانويل جوزيه كان يقول لك ايه؟ الفريق هو النجم. الفريق انت في كابتن فرقه، في ناس، في مفرمه ما بين الشناوي وما بين شريف اكرامي وما بين علي لطفي وما بين مصطفى شوبير وما بين احمد طارق سليمان، في مفرمه. لكن الفريق هو النجم. في مشكلة ناحية الشمال، كل الناس اللي جت يا كابتن جت تقوي اللعيبة الأساسية. نعم. يعني محمود وحيد لما جه، علي معلول عالي جدا اللي أنا بختاره. مان أوف ذا يير. نعم. نجم السنة. ده صحيح. نجم النادي الأهلي الأول. خلاص مفيش جدال، خلاص المسألة واضحة. يناير كلمة السر، الإدارة كلمة السر التي استغلت يناير بشكل جيد، جابت صفقات تنافس نجوم، جعلت من هؤلاء النجوم في عز التألق. وأنا موافق تماما كل من قال كل من قال علي معلول مان أوف ذا يير. وهنرجع لأرقام علي معلول عشان نتأكد من هذا الكلام. عايز تقول لي حاجة في منطق سائد شوية؟ أصل هي الأهلي خد الدوري عشان الزمالك فقد نقاط، الزمالك فرط في البطولة. طب الزمالك تقدم عشان الاهلي فقد نقاط. والزمالك ايه اللي خلاه تقدم في الاول؟ عشان الاهلي فقد. ايه اللي خلاه ركب الدوري؟ عشان الاهلي كان بيفقد نقاط. طب والاهلي ما فقدش نقاط ليه؟ لانه بس. فهي فكره ان انا صعبان عليا قوي، ده منطق سائد على الفكره في برامج وفي اعلام كتير، ان انا اقول ان الاهلي يستحق البطوله بجداره، وان هو جه من بعيد قوي وبذل مجهود كبير وتحمل ضغوطات عاليه جدا وبذل تضحيات عظيمه. لا، الزمالك هو اللي فرط في نقطة. الزمالك احنا الاثنين في سبق. انا مش هوصل لخط النهاية بنجاح الا اذا انت اتأخرت. دي مسؤوليتك انت، ما انا مش هاخدك في ايدي واوصلك معايا. لا مش مسؤوليتك يا استاذ ابراهيم بس. انت فقدت نقاط وقتها كان في منطق؟ لا مفيش منطق للنقاط التي فقدها النادي الاهلي. هو قول من الاول ان موقف النادي الاهلي لم يكن منطقيا في البداية. بالظبط. لكن عندما عالج الأهلي الأسباب ودخل في المساحة المنطقية بتاعته واستدعى شخصيته وكمل نواقصه واسترد إصاباته. بالظبط. ولما كنت بقول إن أي إصابة ترجع دي صفقة. بالظبط.
دعمت اكنها صفقه جديده اجاييه. وفي البدايه في بدايه الكام شهر الاولانيين كان رائع لحد ما اصيب تاني. صالح جمعه بقى عامل ازاي؟ ساهم بشكل ايجابي في اللحظات الحاسمه مع النادي الاهلي، وارجو ان يستمر، هيبقى مان اوف ذا نيكست يير لو كمل كده صالح جمعه ان شاء الله. انما هنقعد بقى تقول لي اصل فرط، ما هو انت عامل حسابك ايه؟ انك تكسب لانك متوقع ان اللي قدامك لازم هيفرط، المنطق بيقول كده بالظبط. طيب رؤيه الخبير بقى ومش شاهد على البطولات، لا صانع البطولات لفترات طويله كلاعب وكمدرب والان كمستشار للجنه الكوره، كابتن طه اسماعيل في اون سبورت. حلاوه هذه البطوله في صعوبتها، صح، لان النادي الاهلي مر بمراحل صعبه جدا في بدايه الموسم. بدايه الموسم كان في عدد كبير من الاصابات بعد خروجه من البطوله، خساره البطوله الافريقيه اللي فاتت. وبعدين تغيير المدرب بعد خساره البطوله في توقيت برضه كان صعب شويه. وبعدين النادي الاهلي طبعا عمل مجهود كبير جدا في استجلاب الصفقات الجيده. ثم رجوع كثير من المصابين اللي حالتهم، وجي لازارتي، والنادي الاهلي انتظام جيد جدا. لكن دايما هذه البطوله دايما موصوفه طبعا بطوله النفس الطويل، صح. يعني في ناس ما بتقدرش او في فرق ما تقدرش تكسبها، انما ممكن تكسب كاس وكذا على اعتبار الكاس بيبقى شورت تيرم، يعني تلعب اربع خمس مباريات ممكن توصل نهائي، لكن دي معاناه كامله طبعا طول الموسم، بتلعب ماتشين مع كل فرقه مده طويله جدا. 34 السنه دي برضه يعني بتتغير بقى طبيعه الامور كلها، يعني بص نفسك لعبت في الشتاء بعد كده في الصيف تكملت في الصيف، اتغير لاعبين وتغير طقس وتغير جو وحاجه ثانيه يعني. فالفريق اللي بيقدر محافظ على يعني مكاسبه وعلى لعيبته بأكبر درجة وعلى تركيز اللعيبة نفسها وعلى الفورمة بتاعتهم مع اختلاف نزول وطلوع، بس تبقى في حدود معقولة، صح. يعني بطلع مثلا من في حالة سيئة من 6 إلى 9 من 10 بشتغل في الحيز ده، لكن ما نزلش عن كده، ما فيش انترابشنز كبيرة بالظبط. فدي برضو بتبقى مهمة جدا، وبيبقى برضو قدرة الجهاز الفني وإدارة النادي اللي واقفة في ظهر الفريق في انها يعني تقدر تخطط للفترات الصعبه، لان في فترات صعبه بتمر على الفريق، لعيبه المستوى نزل شويه، المجهود نزل شويه، اللياقه، تركيز، ازاي التاكتكس اللي تتعمل لمواجهه هذه المباريات من خلال التيرن اوفر وتغيير اللاعبين واستبدالهم باستمرار، وبرامج تدريب في بعض الاحيان بتبقى ترويحيه او تنشيطيه او سميها زي ما تكسر الملل بقى، تكسر التنشنه يعني. ودي برضو من ضمن الحاجات المهمه جدا. خلاص كله مش محتاجين نكرر الكلام، بس يعني الشيخ طه كمان وهو الرجل الذي شخص وشارك في تشخيص المرض والعلاج، ها، شاهد من داخل أروقة النادي الأهلي على المجهود الذي بوزل، الإخلاص الذي بوزل، وهو كان أحد الشركاء. أنت شايفك جالك بعض البيانات؟ لا، أنت كنت سألت على بطولات حسام عاشور، المهندس عادل أشار أن حسام عاشور المنافس المباشر للأهلي خلال فترة لعبه. حسام مواليد 86، لا 1907 ولا 1911 ولا 17 ولا 17 1986. عنده 12 دوري وعنده 8 سوبر مصري وعنده 5 دوري الأبطال وعنده 5 سوبر أفريقيا وعنده بطولة في الكونفدرالية، يعني عنده 34 بطولة حسام عاشور. في كم سنة؟ 16 سنة لعب. 16 سنة. حد في ال 16 سنة دي قرب منه؟ حد 16 سنة فيهم 34 بطولة، يعني بتتكلم في أكتر من بطولتين كل سنة في المتوسط يعني. طبعا. عشان كده كان لازم زمايله يفرحوا بيه ويفرحوا له قوي. شفنا رأي الكابتن وليد صلاح، الشيخ طه،
لكن رأي زملكاوي مهم. أعتقد الكابتن محمد أبو العلا كلامه عن الأهلي في لحظة التتويج ربما يكون مهم. أبو العلا خليني أسألك سؤال صريح، هل الأهلي فاز بالدوري لأنه الزمالك فرط في الدوري، ولا فاز بالدوري لأنه كان الأفضل، أفضل الفرق اللي موجودة في المسابقة هذا الموسم؟ لا، هو زي ما دكتور طه قال ان كان في منحنى بياني يمكن او كيرف نسميه كيرف، بدايه الموسم كان لمصلحه نادي الزمالك، في نهايه الموسم كان لمصلحه الاهلي، وبقيه الفرق كانت في النازل لاسباب كتير جدا. يمكن يبدو في بدايه الدوري ان الاهلي كان مش عايز الدوري او تحس الدوري بيبعد عنه، لكن في الاخر تحس ان الدوري جري وراه وراح له. راح له الاسباب من ضمنها ان انت هو اشتغل على نفسه كويس، استغل كل الظروف. من ضمن الظروف يا كريم اللي اشتغل عليها نادي الاهلي ان انت استغلت فكره الاستقرار بشكل عام، استغلت فكره التوقف اللي كانت موجوده، استغلت فكره القيد اللي اتفتح قبل ما الدور الاول بالكامل ينتهي، فعرفت تعمل تدعيمات قويه جدا. استغلت ظروف ان انت حتى لما غيرت المدرب غيرته في وقت كان يعني ممكن يعني غيرته بتغيير منظم. استغلت بعض الظروف ان انت حتى المؤجلات اللي اتلعبت معاك وغير القيد وتوقيتات اللي هي كانت ممكن سمحت ان انت تخلق لك ظرف تستغله، نادي الاهلي عرف يستغله. نادي الزمالك يمكن في اوقات كتير ما عرفش يستغل الظروف، من ضمنها فكره القيد في يناير، من ضمنها ان انا حتى فكره الاستقرار حتى ولو النفس الاخير بس دي ما عرفتش استغلها. فعشان كده انا وجهه نظري ان الدوري فضل يجري ورا النادي الاهلي، بس هو ما قدرش اقلل من ان هو اشتغل على نفسه، واشتغل بشكل جيد جدا جدا، وعزل نفسه وبص يعني على الفرقه بتاعته بس وابتدى يشتغل. فعايز ابارك له طبعا، بارك النادي الاهلي وبارك لجماهيره. هذا منظور طبعا يحترم، لانه منظور برضه فيه زاويه احنا مش هنبص عليه، منظور المنافس. جاب سيره المؤجلات انك انت استفدت واستغلتها كويس، والمنافس او الزمالك ما استغلهاش، لان الزمالك كان اشترى 17 لعيب ولا 15 لعيب في بدايه الموسم، مش هيقدر يعمل كده تاني في يناير. كان عنده نتائج وعنده حاجات تخليه ما يعني مش تقصير من الزمالك انه ما استفادش من يناير، ما كانش محتاج. انما الاهلي اشتغل على الاسباب، ودي النقطه، دي النقطه انك انت تبقى عندك صراحه مع نفسك. انت تذكر 2004 لما النادي الاهلي راح مغير كل حاجه وقرر انه يبني فريق، نفس احنا قلنا يناير دي تشبه فتره 2004، لكن برضو التليفوناتي انا وانت بيجينا رسائل من السعوديه دلوقتي. يعني انا بقول لك حاج ابو في الاهلاوي الكبير ده ماله، ده عم الاهلاويه والعمده بتاعنا هناك في السعوديه، ولا يعني ما فتوش فرصه الحقيقه غير لما يتواصل ويطمئن على النادي الاهلي ويبارك النادي الاهلي. لكن في الناس بقى اللي هي زي الاستاذ جمال اللي في السعوديه، راجل بيتواصل معايا كل شويه كده، انا اسف ان يعني ما انا قالوا يا استاذ جمال بعت لي رساله برضو انه بيبارك وبيقول انا وكل زملائي هنا المصريين، اللي هو لهجته صعيدي فلاح، يعني هو راجل تشعر انه من سواد هذا الشعب العاشق للنادي الاهلي، بينقل فرحه عارمه لكل الناس اللي في السعوديه، وانا اعتقد ان في كل الوطن العربي هنجد هذا المشهد. حتى من دمياط صديقك العزيز محمد الدهري والدكتور دعدور برضه كله بيبعت لك. لا والله تفاعل. لازم 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 الناس دي يعني تبعت لنا والمستشار نبيل عواجه في اسيوط لا متفاعل معاك الدكاتره نبيل عواجه يا جماعه، سياده المستشار الدكتور نبيل ده كل سنه بيعمل دكتوراه. بسم الله ما شاء الله، وكل نائب رئيس مجلس الدولة. وراجل يعني ما عندوش وقت يضيعه الا مع النادي الاهلي. مش عايز اقول لكم يعني انا لم اشعر بالغيره من حد بيحب النادي الاهلي قد ما شعرت من الراجل ده. حسيت انه بيحب الاهلي يمكن اكتر مني. ايوه وانا كنت فاهم نفسي يعني كم المعاناه التي يعانيها إذا تعثر الأهلي والقلق، هو ما بيعملش غير تليفونين قبل الماتشات، طمني ويسمع منك تطمينة وخلاص. ويا سلام لو قلت له اطمن، يا
اشكرك. لا ده في طب في طب فتره في لما قلت له طمني انت قلقان ولا طيب واضح طيب. لا انت عارف المستشار نبيل في فتره النشاط واقف والنادي ما فيهوش فلوس هو عايش في اسيوط جه عمل عضويه قال لك عشان ادفع اي فلوس للاهلي ايوه كلمني وقال انا عايز امشي على طول خلي اللجنه تقابلني انا مش يعني انا قاعد في اسيوط بس هعمل عضويه عشان اقدم الاعضاء الجدد حقيقي ده سر الاهلي وده سر قيمته وربما في نظر منافسيه شفنا راي الكابتن محمد ابو حسين الامين كان نجم لا كمان وكلهم يا اخي من بلدياتك صحيح لا الصعيد ما شاء الله كابتن حسني عبد رب وكابتن الاسماعيلي رايه ايضا في تتويج الاهلي وظروفه مهم الزمالك فرط في نقط كتيره الاهلي استغل ده على اكمل ما يكون طيب خلينا اقول لك ان الزمالك من بدايه الموسم يستحق بطوله الدوري حلو اللي فرط في الدوري هو الزمالك ولاعيبته وكل ما هو ملم بنادي الزمالك نادي الزمالك مشكلته المشاكل الكتير مشكلته اللعيبه مشكلته الاداره في مشاكل كتير جوه نادي الزمالك ده عكس نادي الاهلي هو ده الفصل الوحيد اللي خلى الاهلي يركز برغم وصول نادي الاهلي 14 بونت كان فرق بينه وبين الزمالك وبيراميدز وازاي قوه الاهلي وازاي ان يرجع تاني ويحقق اللي جمهوره عنده ثقه في لعيبته برغم المشاكل اللي احنا اتكلمنا فيها والدكتور اتكلم فيها اللي الاهلي اتعرض لها من اول المباراه من بدايه الموسم مشاكل من اشخاص معينه وتحول النادي الى مش هنقول هو منافسه شريفه في الاول وفي الاخر هي منافسه شريفه ونادي داخل علشان يقول للاهلي اللي انا اقدر بس برغم ده كله ما سمعناش تصريحات من النادي الاهلي النادي الاهلي اشتغل اللي معودنا عليه جوه قافل على نفسه مركز مع لعيبته مع مدربينه خساره بطوله افريقيا خساره نتيجه عاليه في جنوب افريقيا 5-0 دي ما بتحصلش في النادي الاهلي قوه النادي الاهلي رجوعه ازاي قدر بقوته بقدرته جماهيره نرجعه تاني انه الفرق النقاط دي الكبيره جدا قدر يرجع للمنافسه في ظل نادي الزمالك اللي فنيا كان اعلى فنيا في الملعب نادي الزمالك من افضل مواسمه كرويه خلال الفترات اللي فاتت في الموسم بس ممكن نقول لحد مثلا نص الدوري كان فنيا فارق عن الاهلي احنا لما نيجي نتكلم فنيا الزمالك فرط في الدوري صح والاهلي استغل ده هو ده هنا بقى يبان شخصيه الاهلي شخصيه الاهلي لما تدي له فرصه انه يخش معاك في السباق هيسابقك لانه عنده المقاومات دي عنده لعيبه عنده تركيز داخلي خد بالك يا كريم النادي البطل اللي بيشتغل من غير كلام كتير اللي بيشتغل من غير مشاكل كتير جوه ممكن جوه الاوضه المغلقه مشاكل نتكلم ونشوف ونحل ونعمل صح كل حاجه صح. بس انا تركيزي وهدفي ان انا اوصل لحاجه معينه وصلت لها فما بشتتش نفسي كل واحد بيقولها بطريقته كابتن حسني قال لك اخش معاك في سبق دي شخصيه الاهلي اكسبك عقيده عند النادي الاهلي ما بيردش بيقفل على نفسه مش بتاع تصريحات النادي الاهلي قوته انه مش بتاع تصريحات بتاع انه يشتغل انا داخل معاك هكسبك دي عقيدتك عقيده النادي الاهلي دي قوه النادي الاهلي طبعا هو انا هكسبك ازاي لازم تتعثر ما انت لو انا بكسب وانت بتكسب خلاص ما في الاخر حد هيكسب التاني وخلصنا لكن الاهلي عندما يتعثر انت بتجري في السبق رحت متشنكل في ناس بتاخد بعضها تروح خارجه بره السبق وقاعده او تجري على مهلها بقى ايه عايزه توصل لنهايه الخط وفي ناس بتلعب وتقول ايه بتستدعي قوه اضافيه انها تلحق وتوصل وتلمس قبليك النادي الاهلي دخل معاك في سبق يكسبك هي دي قوه النادي الاهلي هكذا يراها كابتن حسني طب اذا كان يراها كابتن حسني واذا كان الاهلي وصل لمنصه التتويج وحاز اللقب بجداره ازيك انت بقى يلي قلت كلام كتير زي ما قال الكابتن حسام عاشور يا ترى انت فين دلوقتي بعد الفاصل هنمد الوقت نص ساعه اضافيه لاجل ما نشوف ازيك بقى عامل ايه اهلا بحضراتكم من جديد
شيء طبيعي انه الاعلام يتعامل مع فريق بيتصدر حتى لو بالحفاوه وبالاحتفاء والاحتفال، شيء طبيعي جدا. لكن ما اعرفش الناس جابت هذه القوه منين عشان تجذب انه الفريق اللي واخد الدوري 40 مره هيهبط. اللي قال هيهبط، واللي قال لا اصل ده في المنطقه الدافيه، واللي قال كلام كتير قوي. بنسال مع حسام عاشور وازيك بقى؟ لا، وفي ناس قالت لك عامل ايه دلوقتي؟ الاصل الزمالك فين؟ الزمالك يلعب في اسبانيا والاهلي ينزل درجه تانية. يعني وضع طيب. بدايتها فنان الكاريكاتير عمرو سليم، ده اللي انا مندهش له جدا الحقيقه، لا لهبوط الاهلي حقيقة كتر خيره. شوفوا وقتها كتر خيره لانه بيتمنى لنا. حجم السخريه والتهكم بالاهلي كان واصل ليه؟ مشجع زملكاوي رافع يافطه لا لهبوط الاهلي، صعبان عليهم اصل الاهلي هيهبط. دلوقتي يا ترى ايه؟ يا ترى فين؟ يا ترى ليه؟ يا ترى ازاي؟ بس ما كانش لا هو كاريكاتير لوحده. وبمناسبه المصري اليوم، الزميل محمد الشرقاوي في المصري اليوم وفي قناه الحدث وقتها لبرنامج نادي الزمالك، نشوف كان شايف الاهلي ازاي وقتها. نشوف التدعيمات اللي الاهلي جابها، ما اعتقدش ان هي التدعيمات بالشكل المطلوب تتعمل، هي تدعيمات بس لمجرد ارضاء الجماهير وارضاء السوشيال. رمضان صبحي مش صفقه كبيره من وجهه نظرك؟ رمضان صبحي هيكلف النادي الاهلي في كل مباراه نص مليون جنيه، وفي الاخر برضه مش هياخدوا الدوري. وان النهارده التعادل اسعد طبعا جماهير نادي الزمالك واحزن جماهير النادي الاهلي، لان طبعا النادي الاهلي بينظر الى بطوله الدوري ان هو منافس اول. لا لا صحيح للزمالك، يعني يسعد حامل اللقب. لا ما يسعدش الزمالك، الاهلي في المنطقه الدافئه في جدول المسابقه. انا شخصيا بنتهز المناسبه دي، ويعني الحمد لله الاهلي كده مش هيسرع على الهبوط. يعني الاهلي في المنطقه الدافئه، المنطقه الدافئه يعني يكسب ماتش، يتعادل ماتش، يخسر ماتش، يعني هو هيفضل في الجزئيه دي. سيد عبد الحفيظ مش شايف كده، سيد عبد الحفيظ قال في النهايه هنشوف مين اللي هياخد الدوري. هو كابتن سيد عبد الحفيظ من حقه ان هو يدي تفاؤل ويدي جرعات امل للعيبه بتاعته. ولكن الواقع دلوقتي بيقول ان النادي الاهلي في المنطقه الدافئه في المركز السادس. فاعتقد ان الاهلي موجود في المنطقه دي، والحمد لله وامن نفسه عشان غالبا ان شاء الله ما يهبطش ان شاء الله باذن الله. انا عايز اقول له، هو انت جدع، انت ازاي كنت بتستحل وجودك في النادي الاهلي؟ ايه حجم المشاعر اللي عندك دي؟ لا بس انت مش غلطان. ازاي رئيس النادي الاهلي كان يثق في ان حضرتك تكون اعلامي تمثل النادي الاهلي واحد المقربين له؟ مش لوحدك للاسف الشديد يعني. ازاي انت كنت عايش جوه قناه النادي الاهلي وانت تضمر كل هذا الكره للنادي الاهلي وبتسخر قوي وعامل نفسك يعني مش هيهبط باذن الله و مش عارف ايه والاهلي وصفقات يناير شوف السم في العسل. ده الشغل اللي كان بيكمله هو هنا. ان يشكك بقى في الاداره بقى. الصفقات اللي جابها دي صفقات سياسيه مش صفقات فنيه. وسيد عبد الحفيظ يقول اللي يقوله، بس هو باذن الله مش هيهبط. يعني الحقيقه يمكن اذا كان في ميزه لفوز النادي الاهلي بالدوري العام انه يسقط القناع عن كل هؤلاء. طيب الأستاذ أمير مرتضى المشرف على كرة نادي الزمالك كان شايف الأهلي بره المنافسة خالص، مين اللي في المنافسة؟ مين اللي بينافس الزمالك؟ نتذكر. والله ما فيش الكلام ده، بيراميدز داخل المنافسة بقوة بالنسبه لي انا. بيراميدز، انا بالنسبه لي انا بيراميدز المنافس السنه دي، المنافس بتاعي. المنافس بتاعك؟ يمكن اللي من حقه يقول الكلام ده وصدق كراجل. وصدق لغايه امبارح
المنافس المباشر للزمالك بيراميدز، الاثنين كانوا المركز الثالث، المركز الثالث معلق عليه هو صح. لكن هو ما كانش يقصد كده، هو كان يقصد ايه بقى؟ ان الاهلي ده بره المنافسه، بره المنافسه، وطبيعي يعني كان وقتها منتشي بنتائجه لدرجه انه قال للكابتن سيد ما تيجي تحكم لنا ماتشاتنا مش فارقه معانا. فطبعا انما هو كمسؤول جوه الزمالك ما غلطش، هو ما غلطش في النادي الاهلي، لكن هو صنف المنافسه، صنف وصنف بمشاعره وثبت ان هي فعلا وصنف هو الزمالك وبيراميدز. ده انت بقى عايز هي افضت الى كده، والراجل يعني رؤيته برضو يعني انت عايز تقول هو موضحش يعني بتنافس على ايه بالظبط. ماشي، احنا بنقول الكلام ده ليه؟ صدقوني عايز تكايد انت كمان وتغيظ ولا ترد على الناس؟ لا احنا مش الهدف خالص لا الكشف ولا الكسب، صدقوني والله الهدف جمهور الاهلي، لانه لسه الحياه ياما فيها لما تتكرر مثل هذه المواقف ويضغط عليكم للتحريض على الاهلي عشان يتعرقل ويتعثر وما يكملش. خليكم فاكرين، خلي عندكم من تراكم الخبره تشوفوا الناس في اثناء الموسم كان بتعمل ايه وعشان ايه وبتحاول تصدر مشاعر الاحباط ازاي وعايزه تكسر في المجاديف ليه وعايزه تحطكم او عايز تخلق. خلي بالك هو كان عندهم ثقه ضد مطلقه الإدارة في ان هم خدوا الدوري، مش لا المشكله في اللي جاي، اتفرجوا وقولوا انتوا مين هياخد الدوري؟ الزمالك. ويا ريت مين المخرج؟ مين المخرج عندك؟ عندي ماله عايز اقول له سجل لي. ايه؟ سجل لي وما طيب. ان شاء الله يا سجل لي بقى يعني انت معايا ولا معاك؟ هو معاك. سجل لي ان الزمالك بطل الدوري، الزمالك بطل الدوري ان شاء الله. ما يحصل على الدوري هات اللقطه ديت يوم 7 مارس كابتن جمال قال الزمالك بطل الدوري. 7 مارس اتسجلت الكلام اللي حضرتك بتقوله كابتن جمال. كابتن جمال عبد الحميد كابتن مصر قال الزمالك هياخد الدوري. طب لو الاهلي خد الدوري نعمل ايه في التسجيل؟ سجل لي وشوف ان انا ما عنديش فكره، يبقى انا ما لعبتش كوره تاني، يبقى انا عمري ما لعبت كوره ولا بفهم في الكوره. طب ليه زنقت نفسك كده؟ انا بقول لك الزمالك بطل الدوري الموسم ده، الزمالك بطل الدوري. ايوه بس دي كوره. قول لي ليه؟ قول لي ليه؟ دي كوره. ما انت تقول لي ليه برضه؟ ليه؟ لاني اول مره الزمالك انا جاي النهارده اقول ليه؟ ماشي ليه؟ من غير ليه؟ الزمالك بطل الدوري لسبب، الاول مره الزمالك يبقى عنده البدلاء زي اللي بيلعبوا، فاي حد بينزل يكسبنا. اي حد، اي حد، ايمن حفي ينزل في ثانيه يكسبنا. كابتن جمال ده انت اكتر واحد الكوره ما فيهاش كده. ما البدلاء ما فيهاش كده، الكوره ما فيهاش كده. ما فيهاش ان انا قبل 13 جوله اقول فرقه بطل الدوري والفارق 4 نقاط. طب ما انت بتاخد من واحد لاعب كوره ولا ما طبعا انت هتسجل لي ولا مش هتسجل؟ ما انا سجلت خلاص. بعد كده تتصل وانا لسه هسجل. انا سجلت خلاص. بعد كده تتصل بيا يقول لي انت ما عندكش فكره. طيب الزمالك خد الدوري هطلع لك التسجيل. الاهلي خد الدوري هطلع لك التسجيل. والجمال هطلع لك التسجيل. جمال عبد الحليم ما عندوش فكره عن الكوره. احنا قلنا حاجه؟ ما قلناش حاجه. حتى الاهلي خد الدوري ولا لا؟ لا يعني هو حتى الاستاذ مهي يعني مش كان داخل معاه في جدل، هو كان مصدق ان خلاص الزمالك. بس عايز يقول الكوره ما فيهاش كده، انت ازاي قبل 13 مباراه كان فاضل 13 اسبوع والفرق 4 نقاط، يبقى فاضل اسبوع والفارق للاهلي 5 نقاط. يعني لا يا جماعه لا، ما هو جمال عبد الحميد بس نسي انه لعب في النادي الاهلي ها، ونسي اللي شافه جوه النادي الاهلي. بس مهيب رجع ساله، عمال يقول له، هو حد يقول له لا قول ان انا ما عنديش فكره، قول ان انا ما لعبتش كوره. لو ما تستعجلش، ما تزنقش نفسك، هات المخرج سجل اكتب. بس هو في 7 مارس لو حصل بس عنده مخرج. هو عنده مخرج هيقوله دلوقتي. طب مهيب رجع ساله، حد يامن للكوره ولا حتى يامن للاهلي؟ هل صمم على رأيه؟ نشوفه. ليه كده؟ ليه عملت في نفسك كده؟ أنا عايز أعرف حاجة بس. عملت في نفسك كده ليه؟ أقول لك حاجة بس. طيب. المخرج ده لازم يمشي. أولا بص لا لا، وكنت واثق قوي من نفسي. لا وانت كمان عمال تهديني وانا لا وعمال اقول لك ايه ده؟ طيب الكوره ما فيهاش كده.
حد يأمن النادي الأهلي؟ قوم يعني في حد يأمن النادي الأهلي؟ حد يتكلم عن النادي الأهلي ويأمن النادي الأهلي؟ هو والله أنا يعني جمال كابتن جمال بحبه لأنه هو عنده تلقائية وعنده يضحك يقول لك رفيده المخرج وبعدين يعني قلبها هزار هيعمل ايه الراجل يعني ما بس مهيب رجع قال له تعتذر للاهلي هل اعتذر ولا لا نشوف ويعتذر للاهلي ليه هو اعتذر لنفسه نشوف يعني هو الاهلي ماليش دعوه بيه يعني هو ما غلطش في الاهلي على انه قال له انت ازاي يعني تستبعد الاهلي بهذا الشكل نشوف طيب مهيب هتعتذر؟ لا 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 عن الفيديو؟ لا 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 خالص؟ لا طيب انا الزمالك في قلبي انا ماليش دعوه انا لا 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 انا الاستاذ ابراهيم كان موظف لحاجه يعني انت جبت اللقطه دي الهدف طب هو ما قالش حاجه قال لك الزمالك في قلبي ايه علاقتها بانك انت تقييمك الفني ايه رايك انت في شوف هي الفكره مش الاعتذار ولا الاهلي عايز اعتذار ولا كابتن جمال عبد الحميد مطالب باعتذار بالتاكيد بس هي الموضوعيه فين في التحليل هو انت لما بتتكلم كراجل نجم دولي كابتن مصر في كاس العالم مفيش ارفع من كده ولا اقيم من كده لما بتتكلم بتحلل مشاعرك ولا بتحلل بس انت قلتها وجاوبتها بتحلل مشاعرك من حقك هو قال لك انا بحب الزمالك لا اوكي الزمالك في قلبي ادي هو ايوه ماشي استند الى دي الزمالك في قلبك هل ده يديك القدر الادنى من الموضوعيه انك تستبعد الفريق اللي واخد كل هذه البطولات من المنافسه مفيش كلمه ان شاء الله قبل 13 اسبوع من نهايه المسابقه هل الكره فيها كده يعني كانت الفرق 4 نقاط في هذا الجزم الكامل وهذا الحسم الصريح انه هذا الفريق بره المنافسه والدوري اتحسم وخلص بس بالمناسبه ما هو ما كانش جمال عبد الحميد لوحده هتقول لي كان الهدف ان انت تخلق مناخ سلبي للاهلي الهدف ان انت تصدر احباط للاهلي بس فين الامانه لا هو فين الموضوعيه احباط هو الاهلي شايف الكلام ده ولا بيتوقف قدامه لا اللي الضغط على الجمهور وخلق مناخ بس عام. طب المعلق الرياضي احمد الطيب في قناه المحور كان له ايضا تنبؤ بده من اداء الاهلي وبيراميدز والزمالك من ترى بطل الدوري هذا الموسم لا هو كلمه من ترى السؤال نفسه ده ما يجيبش ان حد يساله دلوقتي صحيح يعني لكن وجهه نظر توقع السؤال منتشر ده المفروض السؤال ده ما ينتشرش اصلا بطل الدوري المفروض نادي الزمالك الا اذا حدث حاجه مش طبيعيه تمام لكن ما ينفعش اقول بيراميدز ولا الاهلي ولا الزمالك افتكر مين بطل الدوري بيراميدز يبقى بطل الدوري باماره ايه؟ اديني اماره كده يعني اديني اماره ليه يبقى بطل دوري؟ هو فارق 12 و15 نقطه النادي الاهلي لما كان فارق 10 و12 نقطه ليه كنت بتقول مين ياخد الدوري؟ ليه؟ الاسئله دي كلها بتبقى خلي بالك تبقى جوانب نفسيه مقصوده انك تفقد صاحب الثقه ثقته وتعلي من نيات اللي ثقته اقل فمثل الأسئلة دي أحيانا بدون قصد ممكن تكون أسئلة سلبية تمام بطل الدوري الزمالك إلا إذا جد جديد لا هو الأستاذ أحمد طيب يعني هو كان سؤال استنكاري يعني ما كانش سؤال تقريري أو بيقول إن السؤال ده محدش يقدر يعرف ما كانش ده قصده يعني هو قصده يقول ده ما يتسألش اصلا ما يتسألش الامر اتحسم ووقتها كان ناس كتير شايف هذا الامر والزمالك بيؤدي والاهلي عنده مشاكل وعنده اصابات محدش حط في حساباته هو الاهلي هيعالج اوضاعه ازاي هي دي قوه الاهلي هي دي مفاجاه الاهلي أيوة. هي ده العنصر اللي ما كانوش شايفينه وبينسمى ما كانش محطوط في التقييم لما العنصر ده اتحط إدارة الأهلي أخذت بالأسباب وعالجت العيوب واستنفرت واسترجعت روح الأهلي أدت في النهاية إلى فوز النادي الأهلي كما هو يعني ناس كتير دلوقتي بتقول لك إيه اللي يخش في الأهلي سابقا لازم يعرف إنه خسران اللي مش عارف إيه النادي الأهلي إدارته بتعمل إيه وده اللي يمكن كان مهيب بيقوله بطريقة
فيها عفوية؟ حد يأمن للأهلي؟ يعني بمعنى إيه؟ اتعلموا من السوابق، وهي سوابق متكررة، إذن ما هيش ضربة حظ، تراث، ثقافة. رأي للكابتن محمد صلاح نجم الزمالك في صدى البلد، هو إيه اللي حصل في الأهلي بالظبط؟ نشوفه. زي متابع اللي حصل في الأهلي الفترة دي، حصل طفرة في الأهلي بالدخول الجداد، ولكن هناك سر يعلمه الله، هي قطعة الإصابات. يعني حتى رمضان آخر مرة وياسر آخر اتنين، أو في حد تاني الله أعلم، حسين الشحات امبارح، لكن إصابة صغيرة يعني كاد مفهول، لكن الروح رجعت تاني. الإحساس بأن هما بعيد عن المركز الأول والتاني، قلق اللعيب، قلق اللعيبة، فعمل لهم حالة من مش الرعب، ليه تنزلنا عن الأول والتاني فلازم نرجع. هيرجع النادي الأهلي بس الزمالك هياخد البطولة وما تضحكش. كان ما زال عند الكابتن محمد صلاح الثقة في إن هيرجع الأهلي بس الزمالك هياخد البطولة، وهو ما ينفعش يقول غير كده يعني بصراحة يعني، لكنه اتكلم بشكل موضوعي إن الأهلي بيتحسن، إنه استرد وبياخد الثقة وبيرجع واشتغل وعنده صفقات دلوقتي وعنده روح وبيسترجع. قال أسباب فنية، قال أسباب معنوية، قال، ما قالش بقى المسألة إن بس أنا بحب وماله، حب وقول كده، قول أنا مش قادر أتخيل بطل في الدوري غير الزمالك، لأن الزمالك في قلبي هنقبلها منك. والحمد لله احنا دائما كنا نقول بإذن الله وبمشيئة الله وما تشاؤون إلا أن يشاء الله، فطبعا المشيئة هي أهم حاجة، لكن كان في قدامنا ناس بتقول خلاص خلص الموضوع. طيب، كان من اللي بيقولوا خلص الموضوع الكابتن أحمد حسام ميدو في MBC مصر. مين هياخد الدوري السنة دي؟ الدوري المصري إن شاء الله الزمالك، أنا متفائل بالزمالك. لا ده يعني تمني ولا لا ده لا. حسابات فنية و أنا حاسس إن الزمالك السنة دي ممكن تبقى يا رب، سنة قول سنة يا رب. كل سنة أسألك تقول لي الزمالك بثقة شديدة كده، وبعدين في الآخر يجي الأهلي في الدقيقة 91 ينكد علينا. صحيح، دي حقيقة. لازم نبقى متفائلين، هنعمل إيه؟ شوف هنا بقى كابتن ميدو قال إيه؟ إن شاء الله، ولازم نكون متفائلين، هنعمل ايه؟ ده كلام واقعي، كلام واحد بيحب نادي وعايزه ويتمنى ان هو يكسب، وعمر يقول لي دي امنيات ولا تحليل فني، ها؟ ف يعني ما اجزمش ان دي يعني مبنيه على حسابات، بقدر على امنيات، وبقدر ان هو راجل بيتمنى وبيقول ان شاء الله، ده كلام مقبول جدا. بس انت عارف حتة الحسابات الفنية يا باشمهندس، ما هو أنا لما ألاقي ما كانش فيها جزمة يا أستاذ إبراهيم، لا بس الأهلي كمان ما نطش مرة واحدة، مش فجأة اختصر ال 13 بونت ولا ال 17 بونت، أنت في كل مباراة الأهلي عمال يقدم لك مؤشرات إنه جاي. شوف كابتن سيد عبد الحفيظ قال لك إيه؟ يعني شميت البطولة لما مباراة الزمالك وطلع الجيش. كلام جميل، بدات يعني اشعر انت نفسك، طب انت الدبدبه بتاعتك جايبه نتيجه. كلام جميل حلو كل ده حلو، لكن لحد ماتشين فاتوا ما كانش حد عارف مين بطل الدوري، واحنا نفسنا كنا نتمنى ونشعر ان احنا عندنا فرص اكتر، لكن عندنا نوع من القلق، وبنقول ان شاء الله وباذن الله، وهو ده القلق الصحي الايجابي قوي، الايجابي انت داخل امتحان مذاكر مكسر الدنيا، لكن خايف يجي لك سؤال ما تفهموش. صحيح، ازاي ده انا مذاكر لكن الله اعلم، خايف يجي لك شويه حراره يلخبطوك، فهو ده ممكن الحراره تيجي مش في الجون، في الجونه، ويطلع الاستاذ عمرو اديب بعد مباراه الزمالك والجونه عشان يقول الكلام اللي هتسمعوه. مساء الخير وأهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج الحكاية.
بفهم في حياتي ان اي خسارة ليها معنى، اي خسارة بيبقى ليها سبب، اي خسارة بيبقى ليها حد قوي فتخسر منه، حد يعني له سبب معين فيضيع لك حلمك. انما انا اقعد عمري كله وانا داخل على 56 منهم 50 سنة بشجع فرقة بتضيع لأسباب غير مفهومة ودائما وأبدا تكون متقدمة بالنقاط وبالمدرب وباللعب وبالهندسة وباللعيبة، وبعدين فجأة يحدث شيء غير مفهوم يبدو إنها مش مصروفة لنا، يعني يبدو إنه هذا شيء غير يعني الزمالك حظه مش كده، يعني المفروض ما يحصلش. وبعدين هقول الجملة اللي بقولها بقالي 50 سنة، طب السنة دي ما نفعش، طب ده أنا السنة دي قلت ايه، كان ليا التصريحات يقولك ايه، تصريح ناري لعمرو أديب لا يمكن الزمالك السنة دي يخسر، ده انا جبت واحدة بتاعت كوتشينا واحنا متقدمين 10 نقط قالت لي الزمالك هيخسر الدوري، قلت لها لا ده انا شعري ده كان كده كاستنائي وبقصة هقصه كله مفيش. طب انا اشجع الزمالك السنة الجاية ليه؟ قولولي سبب. يعني انا دلوقتي خلاص راح الدوري السنة دي، فاي حد عادة يقولوله ايه؟ يعني برشلونة مثلا لما ياخدش الدوري، ريال مدريد لما ياخدش الدوري، ليفربول ما ياخدش الدوري، يقولوا ايه؟ بيقولوا ايه؟ قالوا ايه لليفربول او لصلاح او لكلوب السنة دي؟ قالوا لهم ايه؟ قالوا لهم معلش معلش السنة الجاية. مش كده؟ طب انا السنة الجاية ما بتجيش. انا واقف مكاني بقالي 50 سنة. انا في رابعة ابتدائي بتفرج على فاروق جعفر وحسن شحاتة وعلي خليل نقطة. أنا ما شفتش الدوري من قبل ما يخترعوا الآيفون. طب هو راجل له مذاق طبعاً، وسأل سؤال أنا شجع السنة الجاية ليه؟ وطبعاً الأستاذ عمرو يعني، ولذلك ساعات أغفر له لما يقصوا على النادي الأهلي في لحظة نشوة كده، لما يلاقي بارقة أمل ويبتدي ياخدوا الغرور، اسف يعني ياخدوا الثقه ويبتدي يعلق على النادي الاهلي، فبعذره من حقه يعيش لحظات استمتاع، لانه هو على طول كده. انت شفت اللقطه بتاعته ابتدت ازاي؟ الراجل ده يا اخوانا استاذ عمرو، انت لماذا لم تتجه الى التمثيل؟ انت عندك، انت عبقريه في التعبير يعني، وحقيقه دمه خفيف، لكن انت في فيديوهات تانية عندك. لا ده انا عايز اقول لك على حاجه، لانه عمرو اديب الراجل اتكلم بعد مباراه الزمالك والجونه، والمباراه ديت يعني سادت فيها حاله من الجدل والاتهامات. اتهامات بايه؟ انه لعب جدي قدامي ليه؟ الجونه بيلعب بغل، فحد سال سؤال منطقي عكسه، طب هو ليه الزمالك ما بيلعبش بغل؟ يعني مين دوافعه اكتر؟ الجونه فيها لعيبة معارة من الأهلي عايزة تثبت وجودها علشان ترجع الأهلي أو تكمل بشكل كويس، أو ليها شخصية. الله، عنده مدرب أجنبي جاي قاعد في المدرج بيقيم الناس، كل اللعيبة بتعرض نفسها على الخواجة، يعني في دوافع شخصية عندهم. طب بس الزمالك عنده الدافع الأكبر، عنده الدافع الأقوى، عنده بطولة بيدافع عنها، عنده أرقام كتيرة موعود بيها. بس الزمالك كان بيلعب بغل على فكرة، يعني هو والا ما كانش بقى في خناقه. غل كسب غل؟ لا هو يا جماعه، هو احنا لازم يبقى في سبب ان وكده حصل تعادل. انا عايز اسال سؤال، هو لازم يبقى في سبب ليه فرقه مش متوقع انها تكسب انها كسبت الا ان الفريق اللي قدامها كان مهمل؟ لا انت خلي بالك، مباراه الجونه دي جت بعد توقف الدوري، انا قلت هذا الكلام، في غموض في المستويات. بص يا باشمهندس، الجونة ماشي، بس أنا لما ألاقي الأستاذ محمد رجب رئيس تحرير مجلة الزمالك الرئيس التنفيذي يطلع في برنامج ويقول قبل مباراة الأهلي والمقاولين رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة واعد
لعيبه المقاولين لو الاهلي كسب هوديكم معسكر في كرواتيا. واتقال عربيات واتقال حاجات كتير. وبعدين يقول ما هو السودان الاستاذ احمد ابو هشيمه ابنه عضو مجلس اداره في النادي الاهلي. فالمذيع يقول له يا عم ده احمد ابو هشيمه في سني يعني حاجه و30 سنه ما عندوش ابن في سن انه يبقى عضو مجلس اداره. ما عندوش ابن عضو مجلس اداره في النادي الاهلي. فتكتشف انه احمد ابو هشيم الراجل رجل الاعمال الناجح ابنه بيلعب في قطاع الناشئين في المقاولين فعنده علاقه باداره نادي المقاولين. المقاولين كشركه وكنادي اغنى واكبر بكتير قوي من الناس تحطه في جمله في مباراه. لا اقول لك حاجه، النحاس اشرف وانبل واكبر. لا 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 بس انا هخلص لك الليله دي. احمد ابو هشيمه او الاستاذ احمد ابو هشيمه كان مؤازرا للمهندس محمود طاهر ضد الخطيب في الانتخابات. اللي اقوى منها ابنه كان في قطاع الناشئين ومشي سافر ومشي. هيتحايز للاهلي ليه؟ لكن لو عايزين تحيز ولعيبه بتلعب ضد الاهلي فتاخد فلوس عشان تجيب جون في الاهلي يبقى ان كنتوا نسيتوا اللي جرى هادوا الدفاتر تتقرى. سيد عبد النعيم لاعب انبي مع الكابتن مدحت شلبي كلام مهم. اخدت مكافاه خاصه على الهدف ده؟ والله كنت عارف انت عارف ما بعرفش اكدب. هو انا اخدت مكافاه من سياده المستشار مرتضى منصور. والله انا لوحدي انا المستشار مرتضى منصور كان هو وقتها بيشغل ايه؟ كان نائب رئيس نادي الزمالك والمشرف على الكوره. عمل لك انت صريح وانا بحترم صراحه بس بعد الماتش مش قبل الماتش يعني. لا بعد الماتش. بعد الماتش بالظبط يوم الثاني لقيته جالي تليفون من الكابتن طه. كابتن طه بصري. بس يا ابو السيد عامل ايه اخبارك؟ قلت له الحمد لله. استاذ مصطفى عايز يعني اعمل لكم هديه انت واسامه وعصام الجون عصام محمود. انت واسامه حسن اللي رفع لك الكوره وعصام الجون. وعصام الجون انه شال يوميها حاجات ما تتشالش. حاجات ما تتشالش. لا وكان في عفاريت برضه كان بتصلح. كابتن عفاريت ده في واحد بتاع جيلبرتو كابتن جوه. مش ممكن بقول لك يا كابتن كان في عفاريت بتطلع ما كانش الموضوع ده. بعت لك كام فلوس؟ 30,000. 30,000 ليك و30 لأسامة. لا انا 30 وعصام واسامه كل واحد 20. كل واحد 20. انا مش هيتساوي بيك انت اللي جبت الجول. رحت له المكتب وسلم عليا. ساعتها معاه الله يرحمه استاذ سامي العدل. كانوا قاعدين. طبعا بصرف النظر ال 30,000 قبل الماتش ولا بعد الماتش ما حدش بيوعد بعد الماتش لان ملاش معنى. بخلص الماتش انت ما وعدتش قبل الماتش فانت مش ملتزم لما يكسبوا تديهم فلوس 30 لما هو عقده في السنه 30,000 واخد 30,000 دي زي مليون جنيه. ده مليون جنيه النهارده واخد بالك وقتها عقد السنه بالكامل. لكن هل ده غلط ولا صح؟ بحفزك ده ثلاث ارباع الفرق اللي لعبتنا السنه دي اتعرض عليها حوافز قبل ماتشين والناس طلعت افصحت وقالوا لهم مش عايزين احنا ناخد فلوس من حد احنا عندنا دوافعنا. فهو مش غلطان انه يلعب بغل قدام النادي الاهلي. ما تلعب بغل. انا غل يعني ايه؟ يعني حماس لكن مش بخروج عن الفير بلاي او بايذاء او بتاع. ام بي يوميها لعب اترفعت الكوره جت فينا جون وضيعنا خمس ست سبعة اجوال. ما هو حارس خد الشيء في المقابل لو الزمالك كان برضه اتعادل ما كانش خد الدوري. لكن لاعب الاسماعيلي. طب الجون جه ازاي؟ حسام عبد المنعم لعب كوره بالهيد. حسام عبد المنعم كان في الاستوديو في نفس الحلقه دي واتكلم فيها. انا هقول لك انا الجون جه ازاي؟ حسام عبد المنعم لعب الكوره في الجون في نص الجون. عدت من الجون لانه كان طالع. قابلك كابتن سيد معوض بالهيد بيلعبها بره خبطت في العارضه البعيده ودخلت. كان في الاسماعيلي وقتها. يعني الجون جه حتى عايز يجي يعني الجون له اراده ان هو يودي الدوري كده. ده موسم. لكن ما تيجي تقول لي هو ده غلط؟ لا. حتى لو انا رحت حفزت المنافس بتاعي طبعا هي مش حلوه. اي تعامل بفلوس مع منافسين هو مش حلوه. مبدا غير رياضي. هو مش غير رياضي لكن ما تقدرش تعمل. انا لو بقول لك فوت انا لما اديك فلوس عشان تفوت غير لما اديك فلوس عشان تكسب. لان الطبيعي انك انت بتسعى للمكسب. الطبيعي انك بتسعى للمكسب وعمرك ما تعرض فلوس عشان حد يكسب
وتخليه يكسب، ولا ما كانش حد غلب؟ طب انا كنت ادي فلوس انا لفرقتي عشان تكسب. بصوا كل ده كوم، وان تبقى الاراء الفنيه ديت كوم، وناس كانت كباتن كبار في كاس العالم يقولوا نبقى ما بنفهمش في الكوره لو الدوري ما خدهوش الزمالك، وان تطلع مجله في 10 ابريل وتقول الخطيب غريب. الاهرام الرياضي في اكثر اغلفه العام اللي اثارت جدل صحفي حتى كبير، لانه مبدئيا كان الغلاف مسروق، وثانيا سيبكم من حته ان هو معبر او مش معبر غير لائق، لكنه طب ازيكم بقى دلوقتي؟ هذا الغريق هو الملك المتوج على عرش بطوله الدوري، ده كان لصالح مين؟ طب ما تيجي نتكلم على رئيس الحمله الانتخابيه، ما تيجي نتكلم على رئيس نادي. هذا الغريق هو المتوج ببطوله الدوري، هيقول لك خسرت لي خمسه مباراه لا تتكرر، زي السته واحد بتاعت غانا، برادلي كسبان كل الماتشات اللي قبله واللي بعد، ما خسرش نقطه غير الماتش ده، غير الماتش ده سقطة لا يمكن ان تتكرر. فانت لولا الخمسه اللي خسرتها دي كان بقى الاهلي عامل موسم تاريخي، تاريخي بكل المقاييس. كارترون بعت يهني على فكره، ما هو يعني كنت لسه ما رضيتش اسال غير لما اتاكد، لان احنا بنجيب سيره كلوبالي لازم نقول لكارترون بكل موضوعيه شكرا. ليه؟ لانه كان في ظروف صعبه جدا، ما كانتش ظروف لا عنده اللعيبه دي، وكان عنده اصابات كتير، وكان عنده مشاكل. لكن انا بتكلم في الاهلي غريق، هو كرئيس نادي بقى هل ركز على الكوره على حساب مسؤوليته كرئيس نادي في انشاءات، في تطوير، في كل الفروع، بانفاق غير مسبوق، بخش مدينه ناصر واتفرج عليها وشوف الشغل اللي بيحصل في الشيخ زايد، الشيخ زايد والجزيره اذا انت بتقوم بدورك في دعم الالعاب الاخرى في كل الاتجاهات. فرغم ان في ظروف ماليه، لان انت ليك مستحقات كتيره جدا بره، التدفق المالي مش كما كنت تتمنى، لكن ليك فلوس، بس انا بتكلم على دورك في اداره النادي بموارده. فاعتقد لا يسعنا الا توجيه الشكر لاداره النادي، للعيبه، للجماهير التي وثقت في ناديها وفضلت جنبه لحد ما يعدي هذه الكبوه، ونقول لهم البعض اللي كان قلقان وبيعبر احيانا بعاطفه انفعاليه، نرجو خلي ثقتكم في الاهلي اكبر من كده. 41 مليون مبروك، دمتم للاهلي دائما، ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في 11 مساء الخميس القادم ان شاء الله، الاثنين القادم ان شاء الله. تصبحوا على خير.